في مصر بطلة عظيمة تحقق إنجازات كبيرة، تصنع التاريخ وترفع علم بلدها في السماء، اسمها ميار شريف. النهاردة ميار شريف صنعت تاريخ جديد للرياضة المصرية بشكل عام وفي لعبة التنس بشكل خاص. صعدت ميار شريف للدور الثاني من بطولة رولان جاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، عشان تبقى أول مصرية تحقق الإنجاز التاريخي ده، وتعادل إنجازها لما صعدت للدور الثاني من بطولة استراليا المفتوحة. ميار عندها مواجهة صعبة أكيد الدور اللي جاي، حبينا بس نقول لها إحنا وراكي وفي ظهرك ومستنيينك تفرحينا. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. بالنسبه لي وبالنسبه لكم وبالنسبه لاي مصري، ميار شريف ما تقلش ابدا عن محمد صلاح. ليه ما تقلش عن محمد صلاح؟ عشان هي بتشرفنا كل يوم، بتعمل انجازات كل يوم، بتعمل اعجاز كل يوم، بتخلينا نشوف اللي عمرنا ما شفناه. بالظبط اللي بنقوله على محمد صلاح نقوله على ميار شريف. عمرنا ما كان عندنا حلم ان يبقى عندنا بطل عظيم في التنس، عمرنا ما كان عندنا حلم ان يوصل لينا لاعب او لاعبه في التنس في البطولات الكبرى في ادوار متقدمه، عمرنا ما كانش بيجي في بالنا، ما كانش بيجي في خيالنا، لكن الان هناك وكالات انباء عالميه وقنوات كبيره وجماهير تتحدث عن المصريه ميار شريف اللي وصلت الى الدور الثاني من بطوله رولان جاروس، بطولة فرنسا المفتوحة، عشان تكرر إنجازها لما صعدت للدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة. دي البطولات الكبيرة في التنس، هم أربع بطولات كبرى في التنس، في بطولة زي دي وفي رولان جاروس، وطبعا بطولات كبيرة وعظيمة، طبعا منهم ويمبلدون كمان من البطولات الرائعة. احنا دايما كنا بنتفرج على التنس ده، شتيفي جراف، أجاسي، طبعا فيدرر ونادال، طبعا الاختين فينوس وسينا ويليامز، نسمع اسماء عالميه كبيره، لكن احنا ما كنا بعيد عن اللعبه. ميار شريف خلتنا نعرف ان احنا ممكن نعمل حاجه عظيمه. النهارده ميار كسبت الاوكرانيه مارتا كوستيوك بمجموعتين دون رد، المجموعه الاولى كسبتها 6-3 والمجموعه الثانيه كسبتها 7-5، عشان تصعد ميار شريف الى الدور الثاني، دور ال 64 من بطوله رولان جاروس. هتلعب المباراه اللي جايه غالبا مع واحده اوكرانيه برضو، بس تصنيفها متقدم شويه عن ميار شريف. ان شاء الله ميار تعمل في المباراه دي شغل عالي، اداء رائع يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله، وتصعد لدور متقدم اكتر في هذه البطوله الكبيره، ربما الاكبر في بطولات التنس الكبرى. تحيه لميار. حبيت أبدأ الحلقة النهاردة بميار، عشان بالنسبة لي القصة مش قصة كورة ولا قصة رياضة، أي رياضة وخلاص، قصة المثل والنموذج اللي بيشرف مصر في كل حتة في العالم. دي الحاجة اللي نبدأ بيها الحلقة، دي الحاجة اللي نقول بيها أيوة دي بالنسبة لنا رقم 10. احنا لما عملنا البرنامج ده وسميناه رقم 10، بالنسبة لنا كل الأبطال رقم 10. لو رقم 10 ده شايفينه هو أفضل حاجة في كرة القدم، فرقم 10 بالنسبة لنا هنا في البرنامج هو كل بطل مصري حقق إنجاز كبير، فهي بالنسبة لنا رقم 10. هي صانع الألعاب، هي اللعيبة الحريفة، هي اللعيبة الأسطورية، هي اللعيبة اللي بتصنع تاريخ. ميار شريف كل التحية، حبيت أبدأ بيها عشان نقول لها إحنا بنسندك في ظهرك، شايفينك وبنشجعك، مش مشغولين بالكورة، مش مشغولين بحاجات أخرى غير أبطالنا المصريين الكبار. وفيها خبرات طبعا، الأجانب اللي موجودين في الفريق مميزين، اللاعبين الشباب مميزين، اللاعبين اللي كان عندهم أو عندهم خبرات مع إنبي مميزين. كابتن حلمي طولان عامل توليفة حلوة، عامل فرقة حلوة، فرقة تعجبك، فرقة تقول إنها يعني عاملة شغل محترم في الدوري. وغزل المحلة بصراحة بصراحة من أول الموسم وسط حالة الصرف المهول من كل فرق الدوري المصري، كنت تقلق على غزل المحلة، بس غزل المحلة واقف على رجله، بيقدم مباريات كبيرة،
عنده لاعبين رائعين زي ما قلت لكم، واحد عبده يحيى اللي جاب هدف في التقدم النهارده، واحد من اللاعبين المهمين جدا في الدوري مش بس في غزل المحله، وغزل المحله عنده مجموعه رائعه من اللاعبين. ففرق تفتح النفس، فرق باقل الامكانيات قادرين يعملوا شكل زي اللي شفناه النهارده، مباراه محترمه بين انبي وغزل المحله. كابتن الكبير كابتن مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحله، يا فندم صباح الخير، بهنيك الاول على المستوى، بالنسبه للنتيجه انت هتقول لي بقى كنت تعتبرها نتيجه ايجابيه ولا لا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير فريد، تحياتي ليك. تحياتي يا فندم. النهارده مباراه كبيره من غزل المحله، ونفس الامر بالنسبه لانبي، راضي على نتيجه هذه المباراه؟ والله احنا كنا بنأمل طبعا، الفرقه بتأمل في الدور الثاني تاخد الثلاث نقاط وتوصل بيهم لابعد مكان، خصوصا بتقارب عدد النقاط ما بين الفرق اللي في الامان وفي الفرق اللي بتصارع برضه. يعني لو رجعنا نبص فرق ست نقاط مش كبير كده، فطبعا كل واحد بيطلع ياخد ثلاث نقاط، وده اللي كنا بنلعب عليه النهارده. حاولنا بكل الامكانيات، بس طبعا انت بتلعب فرقه كويسه جدا عندها راس لعب ممتاز، لاعب فني محترم جدا. الولاد ادوا بشكل كويس الشوط الاول، الشوط الثاني حصل في تراجع شويه. بنقول فرقتين تقاسم المباراه، النتيجه في مجملها عادله للفرقتين، ممكن تكون طموحنا ان احنا كنا نكسب، بس انا شايف ان النتيجه عادله بالنسبه للفرقتين. هايل. من الحاجات المهمة جدا كمان العناصر اللي بقت مهمة في غزل المحلة، أكتر من لاعب وأكتر من عنصر، بقى الفريق فعلا عنده قوام محترم، حتى لو بكل تأكيد أنت لما جيت لقيت نقصان في بعض المراكز، بس بقى عندك أسماء محترمة وعندها خبرة في الدوري يا كابتن مصطفى. والله طبعا احنا جينا بعد انتقالات يناير ما انتهت خلاص في بدايه الدور الثاني، مش هتقدر تقول اللعيبه انت هتكمل بالعناصر الموجوده، كلنا ثقه فيهم هنديهم كل الدعم وكل الشغل الفني اللي هم محتاجينه، بحيث ان هم يوصلوا لابعد مركز ممكن يوصلوا له الموسم ده ان شاء الله، والموسم اللي جاي نبدا من حيث انتهينا من المركز ده، ويبقى تطلعاتنا اكبر ان شاء الله الفتره الجايه، وتعاقدات تبقى اكثر، خصوصا في حاله استقرار الاداري اللي تشهدها اللي بيشهدها نادي غزل المحله وشركه الاستثمار للكوره برئاسه مهندس علي العباسي، وطبعا ودعم سياده الوزير هشام توفيق لينا في الفتره دي. فالامور بالنسبه لنا ان شاء الله في الفتره اللي جايه مع بعض الاستقرار اللي موجود مع العناصر اللي احنا بنحاول نطورها اكثر واكثر الفتره الجايه ان شاء الله نبقى حلها هيبقى في مكان كويس ان شاء الله. التغيرات الفنيه او التغييرات الفنيه الكثيره في غزل المحله هذا الموسم، حاسس انها اثرت على الفريق ولا حاسس ان الامور ماشيه بشكل كويس؟ لا اثرت بشكل كبير جدا جدا جدا. يعني انت لما يجي لك مدرب في الاول ويمشي، جاك مدرب بعديها ويمشي بعد كام ماتش، اللعيب خلاص بتبقى حالته النفسيه بيقول لك مين المدرب الرابع مش الثاني، يعني خلاص هيجي المدرب الثالث وهيمشي هو كمان. ففي عدم استقرار فني بالنسبه للعيب، طبعا دي بتعمل اضطرابات غير طبيعيه فنيه في الملعب، اللعيب بيبقى مش عارف اذا كان هيلعب ولا مش هيلعب، ولا المدرب الجديد هيجي يلعبه مش هيلعبه، ما عندوش استقرار فني، الجرعات التدريبيه اللي بياخدها من مدرب لمدرب، الجرعات الفنيه بالذات مختلفه من مدرب لمدرب، الفكر التدريبي مختلف من واحد لاخر، فطبعا بيحصل له تشوش كبير جدا. يعني فانت عشان تقدر ترجع اللعيب لمستوى او تطبعه بطبعك الفني بمعنى صح، بتاخد منك وقت كبير ومجهود كبير. كان اهم حاجه العامل النفسي اللي احنا كنا بنتعامل عليه وبنشتغل عليه الفتره اللي فاتت دي كتهيئه استقرار فني بالنسبه للعيب. صحيح. طيب عندك لعيبه مميزه ولعيبه زي ما بيقولوا كده عليها العين في الدوري الممتاز، على سبيل المثال فتح الله، عبده يحيى، اللعيبه دي اكيد هي كمان عندها طموحات وعندها اشياء. انا فاهم ان احنا لسه ما وصلناش لاخر الموسم، بس اكيد نفسيا ومعنويا انت محتاج طول الوقت شغل مع اللاعبين دول. والله اللعيبه كلها عندها طموح وعندها اصرار وعندها اراده ان هي تحط نفسها في مكان كويس، بس ده هيكون من خلال النادي. يعني النادي هو اللي هيخليك في المكان ده، النادي هو اللي بيقف جنبك علشان يوفر لك كل حاجه عشان تقدر تقدم مستواك الفني باستقرار. ما عندكش اي مشاكل ماديه، ما عندكش اي مشاكل اداريه خالص اطلاقا في النادي، فده بهيئ لك ظروف كبيره جدا. فاكيد النادي هو له الجزء الاكبر في مستواك الفني. فاي لعيب هيتطور طبعا النادي بيبقى له حق كبير فيه، وكل اللعيبه مرتبطه بعقود مع النادي، والنادي له خطه مستقبليه استثماريه الفتره اللي جايه، اعتقد من خلال مجلس الاداره هم اللي هيقدروا يحددوا تصرفاتهم في اللعيبه الفتره الجايه. بالتاكيد. كابتن مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحله، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طيب النهارده محمود عبد المنعم كهربا ومؤمن زكريا كانوا في النادي الاهلي على مران الفريق، يعني حضروا مران الفريق،
في ملعب مختار تيتش عشان يدعموا زمايلهم قبل السفر للمغرب يوم الاربعاء اللي جاي استعدادا لمواجهه الوداد المغربي. كهربا وزكريا قالوا خلال لقائهم مع اللاعبين انهم واثقين في قدراتهم على الفوز وتحقيق البطوله رقم 11 في تاريخ النادي. مؤمن ربنا يشفيه. مؤمن زكريا يا رب يشفيه، يا رب يشفيه ويفضل في احسن صحه واحسن حال. محمود عبد المنعم كهربا لسه كان عنده مواجهه مع من يومين مع التاي التركي، صنع هدف، صنع هدفين وسجل هدف واختتم مشواره مع الفريق التركي بعد رحله اعاره قصيره لي من النادي الاهلي. طيب ايه بقى حكايه كهربا؟ ايه بقى قصه كهربا؟ جمهور النادي الاهلي يسال وطبيعي يسال، هو كهربا موقفه ايه الموسم اللي جاي؟ هو كهربا هيكمل مع الاهلي ولا مش هيكمل مع الاهلي؟ هو كهربا موسيماني عايزه ولا مش عايزه؟ هو كهربا الاداره اللي مش عايزاه ولا عايزاه؟ حكايه طول الوقت، حكايه كهربا دي حكايه مفتوحه وحكايه فيها قيل وقال، قيل وقال. موسيماني اللي بيسرب او بيقال يعني موسيماني ما كانش عايز كهربا من اول يوم، بعد كده موسيماني نفسه يطلع يقول لا انا كنت عايز كهربا من اول يوم. اداره النادي الاهلي توافق على اعاره كهربا، فيتقال انه النادي او النادي الاهلي وافق على اعاره كهربا بناء على طلب بيتسو موسيماني. يطلع بيتسو موسيماني في برنامج ويقول انا ما اعرفش حاجه عن رحيل كهربا، فيتقال ان اداره النادي الاهلي هي اللي مشت كهربا. طيب نتكلم بقى بالمنطق وبالعقل واحده واحده كده. اولا كهربا لاعب كبير جدا، لاعب دولي ولاعب حريف ولاعب عنده مهارات، والسي في بتاعه سي في محترم جدا سواء مع الاتحاد او مع الزمالك او مع اي فريق لعب فيه كهربا كان ليه بصمه. خلاص يبقى احنا كهربا مفيش خلاف على المستوى، واحد. اتنين، بيتسو موسيماني لو مش عايز كهربا من حقه يبقى مش عايز كهربا. انا في النهايه المدرب اللي بيختار اللعيبه اللي عايزه تشتغل في منظومتي. يعني ايه؟ يعني ممكن كهربا يكون ده نجم النجوم بس مش راكب على المنظومه بتاعتي، فمن حق المدير الفني انه يختار هذا الامر. بس موسيماني يقول لنا او يوضح او ياكد ان هو مش عايزه. وليه بقى احنا ممكن نقول ان بيتسو موسيماني مش عايز كهربا؟ عشان طول الفتره اللي كهربا كان متواجد فيها مع النادي الاهلي موسيماني ما كانش بيدي فرصه لكهربا زي ما بيعمل بالظبط مع حسام حسن. فاحنا بنقول ايه؟ موسيماني مش عايز حسام حسن، واضحه. موسيماني ما بيلعبش كهربا يبقى مش عايز كهربا، مش عارف يستفيد منه. في حاجات بتبقى واضحه ومفهومه بس بنفضل نقول ايه؟ انت عشان ما بتحبش كهربا او ما بتحبش موسيماني. لا، هي قصه مش حكايه وموضوع. الراجل محتاج كهربا يكمل، مش محتاجه ما يكملش. انا اقدر اقول لك من دلوقتي ان كهربا ممكن ما يكملش مع النادي الاهلي لكذا سبب، ان هو مش هينفع يتقيد الا في الموسم الجديد، وانه حتى هذه اللحظه بيتسو موسيماني هو المدير الفني للنادي الاهلي، وانا اعتقد انه الفكر بتاع بيتسو موسيماني بالنسبه لكهربا ما اتغيرش، فممكن كهربا ما يكملش مع النادي الاهلي سواء على سبيل الاعاره او البيع. طيب نطمن على بعثه النادي الاهلي اللي ان شاء الله تصل غدا الى المغرب لمواجهه الوداد البيضاوي في نهائي دوري ابطال افريقيا يوم الاثنين القادم باذن الله من سفيرنا ياسر عثمان سفير مصر في المغرب. يا فندم صباح الخير، حضرتك مشرف ومنور. صباح الاستفان، ربنا يخليك، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. طبعا بالتاكيد عايزين نطمن على الاهلي، نطمن على الجماهير، نطمن على الاجراءات، نطمن على امور كثيره، فمش هنلاقي افضل من حضرتك بالتاكيد تطمنا على كل هذه الامور. ربنا يخليك يا فندم. طبعا الاول انا احب بس اكد طبعا انه هذا الحدث الرياضي الكبير بيتم في الاطار طبعا على العلاقات المتميزه بين مصر وبالمغرب، وان واحد من اهداف هذا اللقاء هو دعم هذه العلاقات ان شاء الله باذن الله. هايل. احنا ان شاء الله باذن الله بعثه النادي الاهلي ستصل غدا باذن الله برئاسه الكابتن خطيب. تم الانتهاء من اجراءات يعني الاستقبال، الاقامه، تامين. موجود طبعا من النهارده الكابتن سمير عدلي والكابتن سيد عبد الحفيظ عشان موضوع الملاعب الفرعيه الخاصه بالتدريب والاجراءات الفنيه الخاصه بالفريق. فيما يتعلق بالجماهير، بناء على توجيهات وزير الخارجيه طبعا احنا خدنا الصوره زمام المبادره من النهارده، عقدنا
اجتماعات مكثفه مع الجانب المغربي، مع رئيس اتحاد الكوره، مع الخارجيه المغربيه، مع الاجهزه المعنيه، وتم وضع اليه ميسره لدخول الجماهير ان شاء الله المصريه لحضور المباراه. عظيم. طيب هل الكابتن سمير عدلي والكابتن سيد عبد الحفيظ كان عندهم اي تعليقات وصلوها لحضرتك، تعليقات مثلا في الملاعب، في الاقامه؟ لا الاقامه، لا الاقامه احنا من الاول يعني هو نفس الفندق اللي باسه نزل فيه قبل كده، وهو يعني تم اختياره عشان سهوله تامينه، ويعني اعتقد ان باسه استريحت فيه قبل كده. الملاعب طبعا ده بتحدد وفقا لقاعده الكاس، يعني هم عايزين يتمرنوا 3 مرات في ملاعب فرعيه وتمرين اخيره على الملعب الذي تقام عليه المباراه. وكان النهارده في استقبال طبعا الكابتن سمير عدلي والكابتن سيد عبد الحفيظ السفاره، وكان الكاس وكان قصدي اتحاد الكره المغربي ايضا في استقبالهم. طيب عايز حضرتك على العدد المتوقع حتى الان من الجماهير المصريه اللي هتحضر المباراه، هل حضرتك عندك علم بعدد متوقع ولا لسه الامور دي لم تحسم؟ هو حضرتك الامور دي لم تحسم، لان دلوقتي هو النادي الاهلي كلف شركتين سياحه في مصر من اكبر الشركات اللي لهم تاريخ كبير ويعني قدره كبيره على التنظيم لترتيب هذه الامور، بمعنى هم اللي هيشرفوا على وضع قوائم للمشجعين المصريين، تنظيم الرحلات. سيتم موافاه السفاره بهذه القوائم، والسفاره ستعمل مع الجانب المغربي على وضع هذه القوائم في المطار الدار البيضاء، والجماهير هتخش بناء على هذه القوائم يعني، وهيكون هناك فريق عمل من الاجهزه المعنيه المغربيه والسفاره في انتظار الجماهير في المطار، بنشرف على استقبال الجماهير، انهاء اجراءاتهم، نقلهم من المطار ان شاء الله للاستاد، ثم العوده بنفس الطريقه ان شاء الله. هايل جدا. طيب الحاجه المهمه كمان النهارده كان الناس تتحدث عن موضوع التذاكر، هل هيبقى في دخول، انا مش عارف اقول لحضرتك ازاي، بس هل ممكن يبقى في دخول استثنائي بدون تذاكر؟ هل السلطات المغربيه بتحذر من هذا الامر انه ما يبقاش في دخول الى حاملي التذاكر، ولا ممكن نشوف اعداد كبيره؟ يعني مباراه الاهلي والرجاء الماضيه دخل بعض الناس واقتحموا الملعب بشكل او باخر، وكان في اعداد كبيره اكتر من العدد او المعروف او اللي كان المفروض يبقى جوه الاستاد، هل ده مؤمن بشكل كامل عشان نضمن كمان تواجد جماهيري بالعدد المصرح به من قبل الكاف؟ يعني حضرتك هو الاول طبعا هيبقى فيه تامين تام، احنا اخذنا النهارده يعني كل الوعود من الجانب المغربي ونوايا طيبه جدا واستعداد، وكل انه هيبقى فيه تامين كامل، لان طبعا ده حدث رياضي، كل القاره الافريقيه والعالم العربي وايضا يعني الاتحاد الدولي بيبص عليه، وبالتالي هو من مصلحه الجميع ان يخرج هذا الموضوع بمصدر مشرف، وهم يعني الجميع يدرك ذلك، وبالتالي هم سيكون هناك يعني تامين كامل لهذه المباراه، ده اولا. ثانيا فيما يتعلق بجماهير النادي الاهلي، هو الجانب المغربي قال ما فيش سقف للمدينه المغرب، بمعنى ان كل القوائم التي سيتقدم بها الجانب المصري سيسمح لها بالدخول. ده الشق الثاني. الشق الثالث فيما يتعلق طبعا بالتذاكر، التذاكر يتم طبعا الان هناك اتصالات بين الاهلي وبين الكاس، طبعا الكاس هو اللي بيحدد هذا الموضوع مع النادي الاهلي، احنا ما بنخشش فيه لانه طبعا ده يعني شان رياضي، تخص الكاف والاهلي، شان رياضي بالظبط. بالظبط كده. وشركات السياحه اللي كلفها النادي الاهلي هي اللي بتحدد، هي ستقوم بقى بتوفير التذاكر للجماهير وفقا لاسعارها وفقا لكل المعايير الفنيه. طيب احنا سننتظر الجمهور في المطار الدار البيضاء ان شاء الله. طيب انا هستغل وجود حضرتك معايا، والنادي الاهلي اكد اكتر من مره في بيان له هذا الامر، وحابب حضرتك كمان تاكد على هذا الامر مع النادي الاهلي، وهو حسن العلاقه بين الجماهير المصريه والجماهير المغربيه، حسن العلاقه بين الشعبين المصري والمغربي، وايضا النادي الاهلي ونادي الوداد وكل الانديه المغربيه، عشان بعض الناس اختلطت عليها الامور في اعتراضات النادي الاهلي بشان ملعب المباراه بالعلاقه التاريخيه الكبيره بين الجماهير المصريه والجماهير المغربيه. لا حضرتك النهارده بصراحه يعني حتى رئيس اتحاد الكره المغربي النهارده اكد انه يعني هناك علاقه يعني قويه جدا مع كابتن الخطيب ومع النادي الاهلي ومع كل الانديه المصريه، وانه ينتظر الكابتن الخطيب والنادي الاهلي، وانه حريص على يعني التاكيد على اعتزازهم بالنادي الاهلي، ويدركون طبعا ان النادي الاهلي يعني كان
موقفه هو من الكاف، لكن بالنسبه للمغرب، المغرب شقيقه، شعب شقيق، وبالعكس هو محب للكره المصريه ومحب للشعب المصري. السفير ياسر عثمان سفير مصر في المغرب، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله المليئه بالمعلومات القيمه، انا بشكرك شكرا جزيلا. النهارده بمناسبه هذه المباراه، الاهلي استأنف تدريباته بعد فتره راحه حصل عليها الفريق منذ مواجهه انبي، وبعد تأجيل مباراة إيستن كومباني في الدوري، التدريب بدأ بمحاضرة من موسيماني المدير الفني للفريق، اتكلم خلالها عن كافة الجوانب الخططية الخاصة بمباراة الوداد. بعد كده خاض اللاعبون تدريبات بدنية ثم تدريبات بالكرة. المران شهد مشاركة كل من المالي أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي وياسر إبراهيم بعد تخلصهم من الإصابات اللي كانوا بيعانوا منها. ديانج كان عنده كدمة في الركبة، والسولية كان عنده إصابة في العضلة الخلفية، وحمدي فتحي كان عنده آلام في الحوض، وياسر إبراهيم كان عنده إصابة في العضلة الضمة. في الوقت اللي استمر فيه غياب محمد عبد المنعم مدافع الفريق اللي خاض تدريبات منفردة في ظل إصابته في العضلة الضمة. كمان لاعبو النادي الأهلي والجهاز الفني حرصوا قبل انطلاق المران على الاحتفال بعيد ميلاد أحمد عبد القادر. بصوا بقى، كل لاعبي النادي الأهلي غالبا بإذن الله هيكونوا جاهزين لمواجهة الوداد. اللي لسه في شك كبير في امره هو محمد عبد المنعم، لسه في شك كبير في امره، بس النادي الاهلي والجهاز الطبي بيحاولوا جدا جدا عشان حتى لو محمد عبد المنعم ما شاركش في المباراه دي بشكل اساسي، فعلى الاقل يكون موجود على الدكه عشان يدعم خط دفاع النادي الاهلي في مواجهه كبيره ومواجهه مهمه زي مواجهه الوداد. ولكن لم يحسم حتى هذه اللحظه مصير محمد عبد المنعم النهائي من المشاركه في المباراه او عدم مشاركته في المباراه. النهارده بيتسو موسيماني الراجل الذكي كتب تويته حلوه تغنى فيها بفيكتور جوميز حكم مباراه النهائي بين الاهلي والوداد. بيتسو كتب ايه بقى؟ قال: كيف اعتدت على انتقاد فيكتور جوميز منذ وقت طويل وانا من اكبر المعجبين به وهو يعرف ذلك، اقدم له الاحترام الذي يستحقه وهو حاليا الحكم الاول في القارة. وانتهيت الآن من مشاهدة مباراة الوداد ضد بيترو أتلتيكو والطريقة التي أدار بها المباراة واللاعبين تماما كما أدار مباراة السنغال ومصر في نهائي كأس الأمم الأفريقية. هل يمكننا منحه شرف وسام؟ كمانجا هو وسام شرف من جنوب أفريقيا يعني. سلام سلام يا بيتسو موسيماني، سلام على الحب لفيكتور جوميز. ذكي حلو يعني، عارف دي الحاجات الشرعية الجميلة تقول الحاجة، بس كده كده فيكتور جوميز لا يسمع لا يرى لا يهتم. انا بحترم فيكتور جوميز، هو من الحكام اللي ملوش مداخل، اللي ما عندوش، اللي ما بيتضغطش، اللي ما بيتجاملش، اللي ما بيترشيش، اللي ما بيحصلوش اي حاجه. هو راجل بيشتغل وبيلعب وبيتالق وبيبقى حكم محترم. طيب امبارح مباراه الزمالك واسوان كان في لاعب كبير ولاعب مميز هو محمد جدو مهاجم الفريق اللي سجل 11 هدف وصنع 6 اهداف الموسم ده. جدو صباح الخير، مشرف ومنور، وهارد لك مباراه امبارح، عملت مباراه كبيره جدا قدام الزمالك. ربنا يخليك يا استاذ كريم، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. المباراه امبارح كانت مباراه مميزه من اسوان، ولولا سوء التوفيق في ضربتين الجزاء كنتوا زمانكم دلوقتي موجودين في نهائي كاس مصر. لا هو طبعا الحمد لله على النتيجه، وطبعا لو كان في توفيق كان الحمد لله كنا زماننا صاعدين للنهائي، بس طبعا ده سوء توفيق ان احنا جبنا ركلتين جزاء ورا بعض والاثنين يضيعوا بنفس الطريقه. صحيح. فطبعا وكل الشكر طبعا للجهاز الفني واللعيبه اللي كانوا على قد المسؤوليه وعملوا مباراه محترمه ليه بنادي اسوان وجماهير نادي اسوان. امبارح انتوا فاجئتوا الناس كلها بمباراه هجوميه قدام نادي الزمالك، يعني قدرتوا توصلوا لمرمى نادي الزمالك اكتر من مره، قدرتوا تشتغلوا قدام نادي الزمالك اكتر من مره. ايه اللي شفتوه من نادي الزمالك امبارح خلاكم مثلا، اقولها لك بلفظ احسن، اغراكم انكم تروحوا للجون؟ انت لما تلعب الزمالك او الاهلي بتفضل واقف في دفاعك، ايه اللي خلاك امبارح رايح على جون الزمالك اكتر من مره؟ طبعا احنا اول ما جينا المعسكر من اول يوم والكابتن بيجو كان محفظنا طريقه لعب نادي الزمالك ازاي، وازاي احنا لما الكره تبقى معانا نتحول ازاي للطريقه الهجوميه. وطبعا اللعيبه معانا على اعلى مستوى كلهم كانوا مركزين، والحمد لله ان احنا عملنا اداء محترم قدام نادي كبير زي نادي الزمالك
بطل الدوري السنه اللي فاتت والسنه دي اول الدوري، طبعا ليه كل الاحترام والحمد لله على اداء جميع اللعيبه يعني. عظمه جدا. طيب انت دلوقتي صعدت للدوري الممتاز مره اخرى مع اسوان، واسوان من الفرق اللي احنا نحب نشوفها دايما في الدوري الممتاز، عملتوا انجاز عظيم في دوري الدرجه الثانيه. احكي لي كده الصعوبات اللي واجهتكم في هذه البطوله بالتاكيد على مدار شهور. احنا طبعا احنا من اول يوم جينا في النادي مع والجهاز الفني لما قعد مع اللعيبه اتكلمنا ان احنا طبعا جايين هدف واحد، هدف ان احنا ان شاء الله نصعد دوري ممتاز ويبقى وان شاء الله كمان يبقى الصعود يبقى انجاز للعيبه، لان دي اول مره النادي ينزل لو يصعد بعدها على طول. صح. وطبعا ان احنا نصعد قبلها كمان باربع او خمس جولات دي حاجه تحسب للعيبه والجهاز الفني طبعا قبل اي حاجه. وده كان تركيزنا وكان هدفنا الحمد لله من اول يوم. انت مستمر مع الفريق؟ عقدك مستمر مع الفريق ولا لسه العقد خلص؟ لا انا عقدي لسه سنه كمان ان شاء الله. مكمل مع اسوان؟ ان شاء الله باذن الله. ولا ناوي تسيبهم لما طلعت ممتاز؟ لا طبعا ده نادي اللي فضل عليا طبعا ما ينفعش. كابتن محمد جد مهاجم فريق اسوان، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. شفنا امبارح فريق محترم جدا، شفنا فريق من الفرق المحترمه جدا، شكله هيبقى ليه شكل عظيم في الدوري الموسم اللي جاي. طيب نكمل اخبارنا النهارده، ومصدر في النادي الاهلي قال لنا هنا في رقم 10 ان علي فوزي ظهير ايمن انبي مش في حسابات النادي في الفتره الحاليه، وان مفيش اي مفاوضات تمت معاه. كان الكلام بعد تألق علي فوزي في المباراة الماضية انه الاهلي دخل في مفاوضات مع انبي عشان يضم علي فوزي. الكلام ده مش مظبوط. مش مظبوط ليه؟ مش عشان علي فوزي لعيب قليل، بالعكس من افضل ظهراء الجنب في الدوري الممتاز منذ سنوات، مش بس السنة دي. بس هو الاهلي شايف انه لو هيبدأ ينفست او يدفع في لاعب ظهير ايمن فممكن يجيب لاعب صغير في السن. هو شايف انه علي فوزي وصل لسن 30، بجانب طبعا وجود كريم فؤاد ومحمد هاني واكرم توفيق لما يرجع في نفس المركز ممكن يخلي الامور بالنسبه لعلي فوزي بالتاكيد صعبه. الجهاز الفني لمنتخب مصر بيدرس انضمام المتالق محمد عواد حارس مرمى الزمالك لمعسكر منتخب مصر المقبل استعدادا لمواجهتي غينيا واثيوبيا في تصفيات كاس العالم كاس الامم الافريقيه 2023. كاس العالم لسه بدري على كاس العالم. كابتن ايهاب جلال وضع لسه بدري على تصفيات كاس العالم اللي جايه، وكاس العالم خلاص اخر السنه، بس تصفيات كاس العالم بقى اللي احنا هنشارك فيها عشان يبقى عندنا امل تاني نصعد لسه شويه كمان. كابتن ايهاب جلال وضع محمد عواد تحت الاختبار في مباراه الزمالك والاسماعيلي يوم السبت المقبل عشان يشوف اذا كان جاهز بنسبه 100% للانضمام للمنتخب ولا لا. محمد عواد حكايته حكايه، استنى نقف هنا شويه مع محمد عواد. حارس جه في ظروف صعبه، جه في وقت الزمالك كان بيبني فريق كبير، جه في وقت كان موجود جنش وجه معاه محمد ابو جبل وكان معاهم محمد صبحي، حراس مرمى كلهم كبار، وهو كان حارس كبير سواء مع الاسماعيلي سواء لما احترف في السعوديه سواء مع الفترات القليله اللي لعبها مع منتخب مصر، بس هو حارس كبير، حارس موهوب. فضل محمد عواد طول الوقت تحت ضغط هذا العقد السنوي الكبير اللي بيحصل عليه محمد عواد. وهنا هقف برضه مرة تانية، هو ماله اللاعب يا جماعة؟ انتوا كناس او مشاهدين او جماهير ليه تضغطوا اللاعب اللي بياخد فلوس كتير؟ الموضوع عرض وطلب. يعني انا دلوقتي عايز عشان اقف هنا مليار جنيه، فيجي حد يقول لي لا مش هينفع، اقول له لا انا مصمم على مليار جنيه، فيقول لي خد المليار جنيه، انا كده عملت حاجة غلط. فمحمد عواد عمل كده، هو وكيله او هو اللي بيشتغل معاه راحوا قالوا الزمالك مثلا عايزين رقم فلاني، فالزمالك قال له لا هنديك الرقم الفلاني، قال لهم لا انا عايز الرقم الفلاني، فخده. هو كده اثر في ايه او ايه المشكله اللي عملها؟ ما عملش مشكله. ادي واحد. اتنين، عواد بصراحه شديده، بصراحه شديده، وانا بحترم محمد ابو جبل وبشوفه حارس كبير جدا، بس بصراحه شديده قبل البطوله العربيه وقبل كاس الامم الافريقيه محمد عواد كان متالق مع نادي الزمالك وماشي بمستوى ثابت، ولما سافر محمد ابو جبل ولعب مع منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه وتالق رجع وخد مكان محمد عواد اللي كان متالق وثابت في تشكيله نادي الزمالك. لو سالتني رايي ايه؟ رايي ايه؟ اللي كان مستواه ثابت مع فريقه كان يكمل، مش تقليلا من محمد ابو جبل اللي عمل اداء خرافي في كاس الامم الافريقيه، ولا الكلام ده بقوله عشان محمد ابو جبل قدم مستويات شويه متراجعه بعد كاس الامم الافريقيه، بس هي الحسبه كده. أنا واقف مع فريقي،
متنسجم مع الدفاع بتاع فريقي، الكيمياء مشيت مع فريقي، حظي جايبني مع فريقي. فمحمد عواد كان ماشي بشكل كويس، فجه كارتيرون راح شال محمد عواد وحط ابو جبل بعد كاس الامم الافريقيه. بصراحه هي كانت معضله شويه قدام الجماهير، بس لو انا مدرب واثق من نفسي وعارف امكانيات ان انا عندي حارس كبير اسمه محمد عواد وعندي حارس كبير اسمه محمد ابو جبل، كنت هكمل بمحمد عواد. فبصراحه محمد عواد واجهه سوء توفيق، مش هقول ظلم، بس سوء توفيق الفتره اللي فاتت، ويبدو كده ان ربنا بيعوضه الفتره دي. ده فيما يخص محمد عواد. المغربي اشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك علق لاول مره على التقارير الكثيره اللي انتشرت بشان رحيله عن القلعه البيضاء بعد نهايه عقده هذا الموسم. بن شرقي كتب على موقع انستغرام، موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، قال: الجميع يتحدث ولكن لا احد يعرف الحقيقه، ولكن قريبا ستعرفون الصدق، شكرا لتفهمكم. اشرف بن شرقي دي حكايه برضو، حكايه كبيره قوي. بص اللي هقوله لك ده شويه كواليس ورأي، كواليس ورأي. تعال الاول نحط الحاجات اللي نشطب على، عارف انت انا دايما بحب ايه، استبعد حاجات عشان نعرف نكمل في الباقي. هل اشرف بن شرقي وقع للنادي الاهلي؟ لا، والف لا، اشرف بن شرقي لم يوقع للنادي الاهلي حتى هذه اللحظه، يعني مفيش حاجه رسميه بين اشرف بن شرقي والنادي الاهلي. طيب الحاجه الثانيه، هل النادي الاهلي دخل في مفاوضات لضم اشرف بن شرقي؟ ايوه، النادي الاهلي دخل في مفاوضات لضم اشرف بن شرقي. دخل في مفاوضات مع مين؟ مع اشرف بن شرقي. ليه يخش مع اشرف بن شرقي ويخش مع الزمالك؟ اشرح للناس ان انت من شهر يناير عقده هو هيخلص من نهايه الموسم، فمن شهر يناير بحسب لوائح الفيفا من حق النادي الاهلي يدخل في مفاوضات مع اللاعب اللي هينتهي عقده من نهايه الموسم واي نادي طبعا. فبالتالي فتح الاهلي باب اتصالات مع اللاعب سواء مع وكيله او مع شقيقه. ففي كلام، بس هي الحكايه واقفه فين؟ الحكايه واقفه عند مطالب اشرف بن شرقي الماليه. ركزوا قوي والله في الكلام ده عشان ممكن تكونوا بتسمعوه لاول مره. الزمالك عارض رقم على اشرف بن شرقي وهو رفضه. الرقم اللي عرضه الزمالك على اشرف بن شرقي قريب جدا من الرقم اللي عرضه النادي الاهلي. قريب جدا من الرقم اللي عرضه النادي الاهلي، اللي هو اشرف بن شرقي رفضه هنا ورفضه هنا. احنا بنتكلم تقريبا ما بين 1.5 مليون دولار لمليون و700 الف دولار، هي دي الارقام اللي بيتحركوا فيها الاثنين. واشرف عايز اكتر من كده، يعني اشرف عايز السنه الاولى لو هيمضي مع اي فريق سواء في مصر او خارج مصر يبدا السنه الاولى ب 2 مليون دولار وبعد كده تزود بقى 2.4 مليون، 2.6 مليون في السنه الثالثه وهكذا. فعايز يبدا بالرقم ده ويزود كمان. الفكره فين؟ الفكرة لو انت عارف ان الزمالك ما يقدرش يدفع الرقم ده، وممكن يكون يقدر، بس المعلن او اللي اتقال الفترات اللي فاتت قبل حتى المجلس الحالي انه الزمالك ما يقدرش يدفع فلوس اشرف بن شرقي، فحب اقول لك انه الاهلي هتواجهه صعوبة في انه يدفع رقم اشرف بن شرقي لسببين. اول سبب، الاهلي السنة اللي فاتت كان عنده في الميزانية بتاعته، في الميزانية المعلنة اللي انا عرضتها لحضراتكم قبل كده، اللي كان الاهلي هو اللي اصدرها، يعني مش برضو انا اللي جبتها من معلومات خلفية أو من مصادر خلفية، لا دي حاجات معلنة يعني للناس كلها، ممكن حضرتك تشوفوها، هتخشوا على ميزانية النادي الأهلي السنة اللي فاتت، هتلاقوا إن الأهلي كان عنده عجز في نشاط كرة القدم بسبب المبالغ المالية الكبيرة. العجز ده ممكن يبقى أكبر بكتير لو حطيت عقود بدولارات كتير مع حركة الدولار أو ارتفاع سعر الدولار في العالم كله، طبعا في مصر في العالم كله، فالموضوع هيبقى أصعب إنك تصرف دولارات، تدفع دولارات كتير على الاهلي وعلى الزمالك. ده حاجه. الحاجه الثانيه انه الرقم اللي طالبه اشرف بن شرقي هو رقم اعلى من اللي بياخده علي معلول في النادي الاهلي، والرقم اللي بياخده علي معلول او علي معلول بياخد اكبر عقد في النادي الاهلي عقد سنوي، وبالتالي هنا ممكن النادي الاهلي يقلق من ازمه ما تحصل في الفريق. دي الحاجات اللي معطله الاهلي. خد بالك، لا كان ممكن يوقع مع اشرف بن شرقي في اي وقت. فنيا اشرف بن شرقي مفيد للنادي الاهلي ومفيد لنادي الزمالك، مفيش شك من ده، مفيش يعني، ما يعني حد شايف يقول لي اصل اشرف لعيب مش كويس، لا، من احسن المحترفين نجوم الدوري المصري. بس الكابتن محمود الخطيب تحديدا معطل الصفقه دي، ما رفضهاش برفض نهائي، بس معطلها عشان مش عايز الازمات دي كلها تحصل في الفرقه. ده الشرح اللي يخص قصه بن شرقي. اسهل حاجه عند اي حد يطلع يقول لك، بقول لك ايه، اشرف بن شرقي وقع للاهلي،
فيجي واحد تاني يوم يقول لك لا اشرف بن شرقي مكمل مع نادي الزمالك، فيجي واحد اذكى يقول لك لا ده قصه اشرف بن شرقي دي الاهلي سربها عشان هو اصلا بيخلص مع زيزو. يعني ممكن تقعد تضرب في اخبار يمين وشمال وتحط خبر هنا وتحط خبر هنا، بس دي الحكايه من جوه قوي تفاصيلها بالظبط حكايه اشرف بن شرقي. طيب النهارده مجلس اداره نادي الزمالك بدا بشكل رسمي في تنفيذ اجراءات ايقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلي المعار لفريق هتاي سبور اللي خلص الاعاره مع هتاي سبور. مجلس الزمالك ارسل خطاب رسمي للجنه الانضباط باتحاد الكره المصري والفيفا لتنفيذ ايقاف محمود كهربا. الزمالك بيتخذ كافه اجراءاته القانونيه للحفاظ على حقه. المحكمه الرياضيه كانت حكمت في القضيه لصالح الزمالك وقررت تغريم كهربا 2 مليون دولار في قضيه انتقاله الى نادي ديبورتيفو الافيز البرتغالي بالاضافه لغرامه 5% فوائد على المبلغ اعتبارا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى سددها. ده بالنسبه لكهربا. حكايه كهربا، كل يوم حكايه عند كهربا. تخلص حكايه كهربا دي بقى لها سنين. مارين الزمالك النهارده شهد اكتر من جلسه بين فيريرا المدير الفني واللاعبين وتحدثوا في امور كثيره. عدد كبير من اللاعبين كان محتاج فيريرا الفتره دي يتكلم معاهم، تحديدا مع محمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغني، وطلب منهم التركيز وان الاخطاء في مباراه اسوان الاخيره كتيره، وتكلم على احتساب ركلتي جزاء على الفريق بسبب الاخطاء كان هيكلف الفريق خساره كبيره. كمان فيريرا عقد جلسه مع محمد عواد واشاد بتالقه امام اسوان. ده بالنسبه لنادي الزمالك واخبار نادي الزمالك. نكمل مع اخبارنا النهارده. مجلس رابطه الدوري الانجليزي وافق على استحواذ تحالف تود بويلي على نادي تشيلسي، ده بعد طبعا القصه بتاعت ابراموفيتش واللي حصل. الرابطه قالت النهارده في بيانها انها وافقت على الاستحواذ المقترح لنادي تشيلسي. خلاص تشيلسي بيبدا عصر جديد، عصر مليان اموال جديده، بس ابراموفيتش كان بيدفع بحب كده وتحس انه كان يعني عمال يصرف يمين وشمال. الاداره الجديده هل هتدفع اكتر؟ هل هتصرف اكتر؟ هل زي بيقولوا ايه هتكلف وتشتري لاعبين؟ الامور لسه مش واضحه، بس التقارير الانجليزيه بتقول الاداره الجديده ايضا من الادارات اللي بتصرف كتير. طول ما في مانشستر سيتي في الدوري لازم الكل يصرف، تشيلسي على ليفربول على مانشستر يونايتد كله يصرف لازم. النهارده الاتحاد الاوروبي لكره القدم قال ان كره نهائي دوري ابطال اوروبا يوم السبت المقبل بين ليفربول وريال مدريد ستحمل رساله سلام وسيتم بيعها في مزاد علني بعد نهايه المباراه. شركه اديداس كشفت عن كره النهائي واللي هتحمل كلمه السلام باللغه الانجليزيه. طيب على البركه يعني، يا رب سلام في العالم كله ان شاء الله يا رب ان شاء الله. النهارده مجله فرانس فوتبول الانجليزيه المانحه لجوائز الكره الذهبيه حددت 12 اغسطس المقبل موعد لاعلان عن المرشحين للجائزه، ومن المقرر ان يتم التقييم بناء على اداء اللاعبين في موسم 2021 و2022 ما بين شهر اغسطس 2021 ويوليو 2022. يا رب بقى، يا رب صلاح بقى فرانس فوتبول بقى، يعني يا رب. راجل بدأ الموسم هداف وأفضل صانع أهداف وكل حاجة. طبعا هتلاقي كريم بنزيما مؤكد من ضمن المرشحين الأوائل طبعا، فرنسي فرانس فوتبول هتلاقي كريم بنزيما موجود. فعندك كريم بنزيما وعندك صلاح وممكن ساديو ماني، وممكن ساديو ماني مع كامل الاحترام لباقي كل اللاعبين حتى اللي موجودين في مانشستر سيتي، محدش عمل اللي عمله صلاح ولا حتى اللي عمله ساديو ماني ولا بالتأكيد اللي عمله كريم بنزيما. وليفاندوفسكي مش نفس الموسم اللي فات فممكن يبقى بره الصورة. وطبعا في أسماء ولاعبين رائعين في العالم، احنا بنتكلم اللي عملوا موسم حتى هذه اللحظة، احنا بنتكلم لحد يوليو هيبدأ التقييم، بس لحد دلوقتي أنا رأيي الثلاثة اللي المفروض يبقوا مرشحين صلاح وماني وكريم بنزيما. لسه مكملين مع حضراتكم، بعد الفاصل هيكون معانا المدرب الكبير المحترم اللي عامل أداء محترم جدا بإمكانيات مش كبيرة جدا سواء في دوري الدرجة الثانية أو في المباراة اللي لعبها امبارح مع فريق الزمالك في نصف نهائي كأس مصر، كابتن أحمد مصطفى بيبو المدير الفني لفريق أسوان هيكون معايا بعد هذا الفاصل، خليكم معايا. يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى، يشرفني ونورني في هذه الفقرة. زي ما قلت لكم قبل الفاصل، واحد من الأسماء والمدربين المحترمين جدا في ظروف مش سهلة
مش هقول صعبه جدا ولكن مش سهله على الاقل مع فريق اسوان يقدر يصعد للدوري الممتاز قبل 5 مباريات من نهايه مسابقه دوري الدرجه الثانيه، يقدر يعمل مباراه كبيره جدا مع نادي الزمالك وكان فيها هو الطرف الافضل وربما الاقرب للصعود لنهائي كاس مصر. كابتن احمد مصطفى بيبو المدير الفني لفريق اسوان ضيفي في هذه الفقره. كابتن احمد مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. اهلا وسهلا بيك كريم، انا مبسوط ان انا معاك النهارده. اخبارك ايه؟ كله بخير؟ تمام الحمد لله. قبل ما اخش على تفاصيل الكوره واسوان والصعود وماتش الزمالك والكلام ده كله، الناس بدات تقول احمد مصطفى بيبو اسم بدا يتكرر، بدا من الموسم اللي فات وانت بتختم مع اسوان في الدوري الممتاز، بدا مع صعودك مع اسوان في من الدرجه الثانيه، بدا بعد المباراه الرائعه اللي عملتها قدام نادي الزمالك. ايه حكايه بقى احمد مصطفى بيبو المدرب دي؟ بدات ازاي فكره المدرب دي؟ المدرب بسم الله الرحمن الرحيم، انا يمكن بطلت يمكن في 2008، ما كنتش خالص مفكر ان انا ادخل في موضوع التدريب ده، كان بعيد عن دماغي خالص. جه كابتن محمد حسن اللي بوجه له الشكر عن طريقكم، هو اللي قال لي انا شايف فيك ان انت تبقى مدرب كويس، دخلني في قطاع البراعم. قعدت كريم 5 سنين، انا من اسوان ومقيم في اسوان حياتي كلها هناك، 5 سنين قعدت في قطاع البراعم. قمه الاستفاده اللي انا استفدتها كابتن محمد حسن مدرسه في الموضوع ده. بعد كده رحت قطاع الناشئين، اشتغلت مع فرقه 99، اشتغلت مع فرقه 97. الحمد لله كل فرقه كنت بمسكها كانت النتائج بتاعتها الحمد لله بنحقق نتائج كويسه. رحت بعد كده الفرقه الكبيره بعد كابتن عماد النحاس ما رحل على النادي، كان جه كابتن محمد عامر، اشتغلت معاه فتره، اشتغلت مع كابتن اسامه عرابي، كل ده في الدوري الممتاز. حصل هبوط للفرقه، مسكت مع كابتن عادل عبد الحميد، بعد كده كابتن مجدي عبد العاطي صعدنا بالفرقه. بعد كده اشتغلت مع كابتن كشري، اشتغلت مع كابتن سامي شيشيني، كابتن علاء عبد العال، لغايه بقى لما مشي كابتن علاء عبد العال انا مسكت كمدير فني. السنه اللي فاتت اخر 7-8 ماتشات. اللي حصل ان بعد رحيل كابتن علاء عبد العال اللي بوجه له برضه الشكر عن طريقكم عمل اللي عليه، بس ما كانش فيه توفيق الفتره الاخيره. مجلس الاداره السابق بقياده السيد اللي هو احمد سليمان والاستاذ مصطفى امين مشرف على الكوره وكابتن مجدي سبالك نائب رئيس النادي كانوا قعدوا معايا وقالوا لي ان احنا كان في ماتش سيراميكا ماتش في النص، قالوا لي احنا بندي لكم الفرصه في الماتش ده ان انتوا تشتغلوا وفي مدير فني جاي عشان في فتره توقف هو المدير الفني يقدر يشتغل فيها الراجل اللي هيجي بعد كده. تولينا المسؤوليه، قعدنا اسبوع كامل بنعد في الفرقه واشتغلنا ماتش سيراميكا، عملنا ماتش كويس، اتعادلنا 1-1، كان الشكل الحمد لله كان كويس فنيا تكتيكيا، قدرنا ندير الماتش الحمد لله، كنا خسرانين عملنا تغييرات. فواحد زي كابتن مجدي سبالك راجل كان مدير فني قبل كده وكان نائب رئيس النادي، قعد معايا وقال لي انت عملت كذا وعملت كذا، حاجات فنيه تدل ان في مدير فني احنا حابين ان هو يكون موجود معانا. فقالوا خلاص احنا المدير الفني اللي هيجي في الفتره دي مش هيكون احسن، مش هيعمل احسن من اللي انت عملته. فتولينا المسؤوليه اخر 6 ماتشات في السنه اللي فاتت، حصل اخفاق وقدر الله ما شاء فعل ونزلنا. كلمونا تاني ان هم جددوا الثقه فينا تاني ان احنا نكمل الموسم الجديد، ان احنا نقدر نصعد تاني بالفرقه. الحمد لله الحمد لله، يعني ابتدينا صح من الاول، ما حطيناش راسنا في الارض زي ما بيقولوا، لا ابتدينا وابتدينا بدايه قويه، مع بنينا على الفرقه اللي كانت معانا الموسم اللي فات، حطينا عليهم عناصر كويسه في بدايه الموسم، حطينا عناصر كويسه تاني كنا حاطين عينين عليهم في شهر واحد. كل ده عمل معانا الفارق وصعدنا الصعود اللي حضرتك شفته قبل الموسم بيخلص يمكن ب5 مباريات رسميا، لكن كان اكلينيكيا زي ما بيقولوا كده من بدايه الدور الثاني احنا فرقنا عن اقرب المنافسين ب 12 بونت ولغايه دلوقتي احنا 16 بونت وبحمد ربنا سبحانه وتعالى على توفيقه. يعني بص انا هتكلم معاك بصراحه شديد. اتفضل. اسوان اكيد فرقه مش ميسره الحال، مش من الفرق الغنيه مثلا، من الانديه اللي ظروفها سهله. وبصراحه دوري الدرجه الثانيه للناس اللي ما تعرفش انه بقى في صرف بقى تحت، في صرف كتير، يعني الناس فاكره انه سهل انك تصعد من دوري الدرجه الثانيه وبفرق نقاط كده، ده سهل جدا، مش انت مش هتلعب في الممتاز بالظبط، بس الامور كانت صعبه. تعاملت ازاي مع الصعوبات دي؟
اول صعوبات اكيد مستحقات لاعبين واكيد عقود لاعبين واكيد منافسه مع انديه اخرى بالامور الماليه، مش بتكلم على تمام. امور كلها صعبه، تعاملتوا ازاي مع الوضع ده؟ الفرقه اللي كانت بتنافسك كابتن كريم كان في صرف كبير في الكيم اسوان، اللي انا يعني بتمنى لهم التوفيق الموسم الجاي. كان صرفت السنه دي صرف كبير، اللعيبه اللي عندك شايفه الصرف اللي حواليها ماشي ازاي، مكافاتهم ماشيين ازاي، الدنيا ماشيه ازاي كلها حواليهم. بس انا كان معايا كريم بالسنه دي لعيبه، يعني بوجه لهم الشكر عن طريقكم، لعيبه قلما، وقلت الكلام ده في كل حته، قلما تلاقيها موجوده في مكان واحد. لعيبه على المستوى الاخلاقي، لعيبه على المستوى الفني، لعيبه على المستوى كل المستويات، المستويات الاجتماعيه مع بعض قاعدين في فندق واحد. انت كريم لو انت في جامعه وفي زي ما بيقولوا قاعدين مع بعض طلبه او حاجه زي كده هتلاقي مشاكل كتير، لكن هم قاعدين اكتر من 20 لعيب مع بعض، مفيش مشكله، مفيش حاجه، مفيش قدامهم غير التمرين، الصلاه، رايحين اكل، شرب، الكلام ده كله، اي مشكلات هم بيحتووها. يعني زي ما بقول كان في لعيبه كبيره معاهم بمثابه مدربين معانا، يعني احنا بنسند لهم مهام برضو معانا. كل الحاجات دي بلورت ان اي مشكله كانت بتقابلنا خصوصا المشاكل الماديه بنقدر نسيطر عليها اول باول، وما اكثرها يعني كان السنه دي. صعوبات كتيره قوي في القسم الثاني بالذات في مجموعه الصعيد، الناس كلها تقول لك مجموعه الصعيد دي اسهل مجموعه، لا مصر. يعني جغرافيا صعب، انا كاسوان عشان لعب السنه دي 4 ماتشات في ملعب الاسيوطي، ملعب الاسيوطي 1000 كيلو، بنزل القاهره قطر وبروح وبات والعب وارجع تاني قطر، فالموضوع صعب، زائد بتلعب في بعض الملاعب لا تصلح، كل دي صعوبات برضو بتواجهك. انت برضو بتقابل فرق مجهولة بالنسبة لك بتعمل معاك نتائج، عكس لما يكون فرقة معلومة بالنسبة لك بتقدر تشتغل عارفهم، الكلام ده كل صحيح. دي صعوبات موجودة. واكبر صعوبات كانت بالنسبة لنا تاني ماتش، احنا يمكن خسرنا من المنيا هناك، كانت العملية صعبة شوية ان انت تاني ماتش تخسره وانت بتنافس المفروض المنافس الرئيسي. الحمد لله يمكن الاخفاق بتاع المنيا واخفاق ان احنا تعادلنا اول ماتش في الدور الثاني، بعد كل اخفاق من دول كان في انطلاقه كبيره. يمكن بعد خساره المنيا الثاني ماتش في الدوري كسبنا بعدها 6 ماتشات على طول. اول تعادل في الدور الثاني مع سوهاج كسبنا بعده 8 ماتشات على طول، جبنا 24 بونت، ودول اللي فرقوا معانا في الدور الثاني والحمد لله يعني. طيب من الحاجات اللي دايما نقولها على دوري الدرجه الثانيه ان انت عشان تصعد للدوري الممتاز هيبدا تبقى محتاج لعيبه جديده، محتاج لعيبه زي ما بيقولوا لعيبه خبرات، لعيبه دوري ممتاز. وبصراحه شديده عشان ابقى امين معاك اكتر، يقول لك طب ما نجيب مدرب له خبرات في الدوري الممتاز. بالظبط الجمل اللي بنسمعها مكرره دي واكيد انت عايشها وبتفكر فيها. بالظبط الوضع بالنسبه لك ايه؟ اسوان عامل معاك ايه؟ محافظين عليكم كمل معاهم ولا لسه ما حدش اتكلم معاك، ولا انت مش حاسس انك هتكمل معاك؟ يعني الوضع ايه؟ هو الوضع مبهم لغايه دلوقتي يا كريم، ما اكذبش عليك. اتسالنا السؤال ده بتساله في كل حته، خصوصا خاصه بعد ماتش امبارح. انا من خلالك برضو بشكر اللعيبه اللي قدوا مباراه كبيره امبارح مع الزمالك. ممكن اقول لحضرتك مفاجاه ان اللعيبه يمكن اخر ماتش لينا في الدوري مع الفيوم كان يوم 14، اول تجمع لينا كان يوم 18، 4 ايام في عرف الكوره كبير جدا ان انت ما تتمرنش. ده كان هاجس بالنسبه لي ماتش امبارح، ان خايف الناحيه البدنيه تكون فارقه مع فرقه كبيره زي الزمالك، فرقه متصدره الدوري الممتاز. بالنسبه لموضوع ان انا مكمل ولا مش مكمل، الموضوع كله عند الاداره. احنا زي ما بقول لو في حاجه برضه عايز اقولها لك يا كريم، ان احنا شغالين من غير عقد. ان احنا شغالين، احنا ابناء النادي، ده بالنسبه لنا احنا بنعتبره تكليف، بنعتبره تجربه بالنسبه لنا كويسه وتجربه. ممكن اقف هنا شويه واقطعك بس يبقى تكمل. هو يعني ايه من غير عقد؟ بص انا هكلمك بصراحه عشان دايما الجمله دي بسمعها من اولاد الانديه. دلوقتي في احتراف دلوقتي انت ليك حقوق وهم ليهم حقوق، يعني النادي اي نادي تشتغل معاه هو ليه حق عليك ان هياخد منك 1 2 3 4، وانت بتصحى من النوم بتروح تدريباتك وبتلعب مباريات وبتشتغل، ومع كامل الاحترام كمان انت ممكن لو عندك شغل خاص فانت ممكن تاخد منه اجازه فبتخسر فلوس، يعني في تفاصيل كثيره. هو المال ده بحبك للنادي، يعني فكره العقد ده ماله بالحب، انا كده بحب النادي. بالزبط. بس في عقد يربطنا احنا اتنين، ثواب وعقاب، انا فين شغلي باخد عليه فلوس، ولو عايز تعاقبني كمان لو قصرت او عملت اي مشكله فيبقى في عقاب. كلامك مظبوط.
بس في شخصيات يا كريم لا تيجي تقول لك احنا عايزينك هتبقى معانا الموسم ده، ما تقدرش تطلع من لسانك، زي سياده اللواء احمد سليمان وكابتن مجدي، كان مشرف استاذ مصطفى امين واستاذ ايهاب منصور، محمد سيد، استاذ محمد حمدي، كلهم لما يجي يقعدوا معاك في اوضه واحده كده يقولوا لك لا انت ان شاء الله السنه الجايه مكمل معانا، ايه رايك، عندك امكانيه، عندك قابليه، انا بعتبره زي ما قلت لحضرتك من شويه ان هو تكليف. طيب بالنسبه ده بيحصل مع كل المدربين الجم، انت اشتغلت مع كل المدربين جم اسوان تقريبا في الفتره الاخيره. بالظبط. كلهم بيشتغلوا من غير عقود؟ لا طبعا. بعقود؟ لا كله بعقود. فاهم يعني، وده اللي هيحصل ان شاء الله الموسم الجديد لو في نصيب باذن الله انك تكمل بعد. خلاص. ان هيبقى في عقد باذن الله ان شاء الله. طيب انا سالتك السؤال ده ليه؟ عاده الانديه اللي بتصعد من الدرجه الثانيه بيعملوا ايه؟ يمشوا المدير الفني اللي صعدهم. تمام. ويروحوا يلفوا على مدربين من الاسماء المعروفه اللي هي معروفه شغاله يعني في بتلف اللفه بتاعه الدوري الممتاز، يلف على واحد الثاني ويرجع لك ثالث على طول. فانا ساعات دايما اقول لنفسي ايه، طب ما الراجل كان كمل، مش دي فرقتك، ما تكمل بيها، انت اكتر واحد حافظها وهم حافظينك، ليه نقعد نجود؟ وليه الكره هنا غير الكره فوق؟ يعني ليه الكره في الدرجه الثانيه مختلفه عن الكره في الممتاز؟ هو الكره دلوقتي يا كريم لا مش مختلفه ولا حاجه. يمكن لو حضرتك الفتره اللي فاتت دي كنت متابع معانا، يمكن احنا اتزنقنا في ماتشين في الدوري ورا بعض عندنا، وجانا ماتش الكاس مع البنك الاهلي، والماتشين على ارضنا لعبناهم الدور الاولاني الاثنين بره، كان عندنا ادفانتج ان احنا نلعب الاثنين على ارضنا، احنا مش عايزين نخسر الميزه دي اللي جايه لنا. فالفرق بين الماتش اللي في الدوري والماتش اللي في الكاس حوالي 3 ايام بس، ماتش في اسوان وماتش في القاهره، فاحنا اثرنا ان احنا نلعب ماتشين على ارضنا، فلعبنا بفرقه في الدوري الحمد لله كسبنا، ولعبنا فرقه تانية خالص بعدها بثلاث ايام مع البنك الاهلي. الشاهد من كده يا كريم ان احنا لا عندنا فرقه عملت ماتش كويس بشهاده الناس كلها مع البنك الاهلي، فرقه بتلعب في الدوري الممتاز. وحضرتك شفت امبارح فرقه تانية بتلعب مع ماتش الزمالك متصدر الدوري الممتاز المصري بتعمل ماتش الحمد لله الناس كلها اشادت بيه. فانت عندك سكواد محترم، عندك فرقه لعبت مع البنك الاهلي، عندك فرقه لعبت مع الزمالك، مش شايف ان في فرق كبير بين القسم الثاني والدوري الممتاز، خاصه ان انت يمكن ما عندكش محترفين كتير، عندك اتنين بس اللي شغالين معاك في الدوري الممتاز، ممكن تستعين بمحترفين يقدروا بس يدعموك، لكن السكواد اللي موجود عندنا ويقدر يلعب بالدوري الممتاز وبكل سهوله. طيب انت بقى شخصيا بالتاكيد بعد نجاح كبير مع اسوان في الدوري الدرجه الثانيه اكيد جات لك عروض. الحمد لله. جات لك عروض من انديه في الصعيد ولا انديه بره الصعيد؟ الاثنين الحمد لله. بس انت عايز ايه؟ انا موجود مع النادي لغايه اخر يوم، لغايه 4/6 ان شاء الله اخر ماتش في الدوري. وكل الاحترام لوجهه نظر المجلس الاداره اللي موجود، واشكرهم خدت سيره المستشار مصطفى الشافعي. المؤشرات اللي جايه لك ايه، مكمل ولا لا؟ هي مؤشرات مش باينه يعني، هي الناس بتتكلم كلام كويس بس ما فيش حاجه قاطعه يعني. هو سياده المستشار كنت معاه في برنامج واعلن ان الموضوع كله موضوع راجع لمجلس الاداره، هو كرأيه الشخصي ان هو محبذ ان احنا نكمل، بس هو محترم طبعا رأي الجماعه في مجلس الاداره، وهم تقريبا بعد الدوري ما يخلص هيعملوا اجتماع وهيقرروا فيه مصير الجهاز الفني. طيب سؤالي ليك دلوقتي يخص اداء فريقك في الدوري الممتاز، لما هتلعب الدوري الممتاز الاداء ده محتاج معسكرات، محتاج استمراريه، محتاج شغل فني محترم منك الفتره الجايه لو افترضنا ان انت ان شاء الله مكمل مع اسوان. انت عندك فتره طويله جدا لحد ما الدوري الممتاز الجديد يتلعب بعد 30 اغسطس. بالظبط. الفتره دي كلها هتعمل فيها ايه؟ مش تبقى جاهز في الدوري الممتاز. ده موضوع صعب وموضوع مؤلم يا كابتن كريم. انا كنت بتكلم من شويه بقول ان احنا السنه اللي فاتت هبطنا من الدوري الممتاز وهنلعب القسم الثاني، كان الفرق حوالي 25 يوم. 25 دول يوم مطالب ان انت اللعيبه اللي عقودها ممتده معاك انت عايز تقنعهم يلعبوا معاك تاني في القسم الثاني وفي اسوان. اللعيبه اللي مشيت تجيب غيرها. واللعيبه اللي مشيت تجيب غيرها، تعمل فتره اعداد، عايز ترجع الناس فتره اعداد، عايز تعمل ماتشات وديه خلال 25 يوم، كان موضوع شبه مستحيل. بس قدرنا الحمد لله نتعامل معاه ونتعامل معاه كويس، لكن الفتره الطويله اللي جايه دي انا شايفها فتره صعبه جدا، انت هتحتاج لعيبه من اللي شغالين دلوقتي في الدوري الممتاز، هتستنى لغايه لما يخلصوا. هتبتدي بمين الاول؟ هتبتدي اللي قاعدين معاك بس، اللي انت كتبت في تقريرك ان هم هيبقوا معاك،
طب هتحتاج حد، لو احتجت حد من القسم التاني هيبقى معاك، هتقدر تتعامل ازاي مع المعسكرات؟ زي ما بتقول لازم تعمل فترة اعداد، حتى لو فترة اعداد هتقسمها على مراحل على اساس ما يبقاش في زهق الفترة دي كلها. كل الحاجات دي طبعا لازم تدرس، وتدرس دراسة متأنية معانا مخطط احمال. كابتن عصام الراجل اشتغل معانا بشكل محترم السنة دي، هنقعد مع بعض ونشوف الدنيا تدور ازاي، لو لنا نصيبه كملنا ان شاء الله. طيب هل عينك بقى على اللعيبة من دلوقتي؟ يعني من الدوري الممتاز انت المفروض تبص على لعيبه في الدوري الممتاز، ده اللي هيخلص 30 اغسطس، يعني اللعيبه عقودها هتخلص، فانت لازم تحط عينك من دلوقتي وبسرعه كده، لازم تتفق من دلوقتي كمان. هتعمل ايه؟ ما انت حتى عارفين في انديه هتتضايق وفي، بس ما لازم احط عيني على اللعيبه. بالظبط. حطيت عينك على اللعيبه، هي المشكله برضو كلها. حضرتك قلت يمكن كريم قلت انت من شويه الموضوع الماده. الموضوع ده لسه لغايه دلوقتي مش محلول بالنسبه لك. احنا السنين اللي فاتت دي كنا بنشتغل في زونه معينه. انت ما بتفكرش غير في اللعيب الفري، اللعيب اللي هو معلوش اي فلوس، يا اما اعاره. دي الزونه اللي انت تمشي فيها. لكن انا محتاج اللعيب الفلاني والنادي يطلب فلوس وان انا اجيبه، دي كان موضوع مش متاح بالنسبه لنا، غير في حاجات يعني حاجات مبالغ قليله جدا نقدر نتعامل معاها. لكن الوضع الوضع المادي اللي هيبقى موجود الفتره الجايه هو اللي هيحسم الامور دي كلها، متاح او مش متاح، تقدر تتعامل مع الناحيتين يعني. طيب ده فيما يخص الصعود للدوري الممتاز. عايز اخدك بقى للمواجهه الناس كلها شافتها، مواجهه نادي الزمالك. اولا كده قبل ما اتكلمك على المواجهه نفسها، كنت متوقع انها تقام؟ كنت متوقع انه كاس مصر السنه اللي فاتت هيستكمل، ولا كنت فقدت فيه الامل؟ كان بعيد جدا ان احنا ممكن نكمل دي، كانت كنا مستبعدينها خالص من حساباتنا خالص. خالص لما اعلن ان المباراه هتقام اتبسطت، ولا قلت ما انا كنت فرحان بدوري الدرجه الثانيه ولسه صاعد وبتاع، الفرحه هتقع لو لعبت الزمالك وكسبت؟ لا، هي القصه ان هي جت جه ماتش الزمالك وتحدد، كنا قبل ما نحسم رسميا موضوع الصعود. فكان سبب لنا ارتباك شويه ان احنا التارجت الاساسي اللي احنا جايينه كريم السنه دي ان احنا نصعد الدوري الممتاز، مش مفكر في كاس مصر بالظبط كده. فعايزين نحسم الاول، بعد كده نفكر في ماتش الزمالك. الحمد لله حسمنا قبل ماتش الزمالك، قبلها بماتشين كمان بطريقه محترمه يعني. صح. قعدت مع اللعيبه واتكلمنا وفضفضنا مع بعض، وقلت لهم الحمد لله دي زي هديه من السماء او مكافاه ليكم بعد صعودكم الجميل اللي شفتوه السنه دي، فرصة ليكم وفرصة لينا. في ايه يا كريم؟ ان احنا نبين للناس ان احنا عندنا فرقة محترمة. صح. يمكن القسم الثاني مش متشاف زي الدوري الممتاز. طبيعي. الناس كلها شايفة فرقة أسوان دي صعدت بفرق كبير، طب الفرقة دي عاملة ازاي؟ مين اللعيبة اللي فيها؟ ايه الأسماء اللي فيها؟ مين المدرب بتاعهم؟ مين الجهاز؟ عشان ما انساش برضو يا كريم. صح. معايا جهاز الحمد لله قمة في الاحترام وسند لينا الدوري كله، بوجه لهم كل الشكر عن طريقك. فماتش كاس انا قلت لهم هديه ليكم عشان الصعود بتاعكم، هنلعب من غير اي ضغوط، بالعكس فرقه الزمالك هي اللي مضغوطه. عندهم خساره اخر ماتشين وعايزين يطلعوا من الكبوه دي، فاحنا هنلعب بدون اي ضغوط. يمكن الشوط الاولاني يمكن شويه كنا لسه الخضه موجوده عند بعض اللعيبه، ما لعبوش ماتشات بالاهميه دي قبل كده، لكن الشوط الثاني حضرتك شفت مع التغييرات مع خلاص اللعيبه دخلت جوه المباراه، كان الوضع يعني الحمد لله احسن. والحمد لله بشكر اللعيبه على الاداء بتاع امبارح، ويمكن احسن طريقه نختم بيها الموسم كان ماتش امبارح. كنا نتمنى طبعا، كان عندنا طموح مشروع ان احنا نلعب نهائي هجمات وانت اللي مسيطر والاستحواذ معاك. الوحده دي ليها قصه. ليها قصه. شكلها في الاول تيجي ضرب الجزاء، الدوسه اللي على رجلي دي ضرب الجزاء. بالظبط. الراجل اترمى رميه صعبه قوي، يعني فيها غطس صعب قوي، هي اللي خلت يعني انا قعدت اقول لنفسي وانا بتفرج على المباراه، ما انا لو حكم بالظبط هبقى متردد اصلا يعني. لو قلت له كده صح؟ اه بالظبط. قلت له ايه بقى؟ انا قلت له لو من الحكم هاجي اديك قلمين مش هديك اصلا. هي فوت اون فوت زي ما قال عليها الخبراء امبارح. نفس ضربه الجزاء الثانيه اللي اتحسبت هي. بس احنا طبعا ما اتدخلش قوي في موضوع التحكيم، انا شايف كابتن محمد يوسف برضه عمل ماتش كويس. هو بصراحه ما انا بقول حتى دي انا يعني انا وانا بتفرج بقول الله يكون في عونه. الكوره هي شكلها ضربه جزاء، القانون بيقول ضربه جزاء، بس اللي عمله الراجل خلى الواحد يقول ما انت ما حصلكش حاجه، هو ايه الرميه دي؟ بالظبط. الحمد لله الحمد لله. هسالك على ضربتين الجزاء اللي ضاعوا، طبيعي جدا
اي مدير فني وهو داخل مباراه لكاس مصر يكون بيدرب اللاعبين على ضربات الجزاء وضربات الترجيح عشان لو المباراه كان فيها تعادل. هل كان في تدريب؟ احنا حسينا ضربتين الجزاء اتشاطوا، التصدي يوم كان سيء طبعا، محمد عواد تألق بس ما تحسش انه كان فيهم مهاره يعني، مع كامل الاحترام يعني. الناس كلها بتقول كده، كريم بيقول المفروض المدرب، والسوشيال ميديا كله بيقولوا شكل اللعيبه. لما ما انا سالتك السؤال ده عشان ترد. السوشيال ميديا بيقولوا احنا المدرب بتاع الفرقه ما بيمرنش اللعيبه على ضربات الجزاء. بالظبط. نسبه محمد رزق كريم في ضربات الجزاء في دوري القسم الثاني 100%، ما ضيعش ولا ضربه جزاء، يمكن 7 أو 8 مش متذكر، 8 اهداف ما ضيعش ولا واحده، يمكن احنا ضيعنا واحده بس في الدوري ما كانش محمد رزق اللي شايطها، فنسبته اذا 100%. خلاص يخش يسجل. الراجل كان بيلعب في النادي الاهلي، لعب في النادي المقاولين، لعب ضربات جزاء نهائي كاس مصر اهلي وزمالك. صح. فالموضوع بالنسبه لمحمد رزق، ولا هقول لك ان هو مضغوط من المباراه لانه لعب في المستوى ده. طبعا. تاني واحد كان في الاداء، انت كريم هتلعب كاس مصر، فاوريدي الاسبوع كله انت بتتمرن على ضربات جزاء. لا بالعكس، احنا طول الموسم بنجيب 3-4 بعد كل تمرين، التمرين خلص خلاص بنجيب لعيبه معينه نلعب واحده واثنين. عندنا بالمناسبه حارس مرمى اسلام سليمان مميز جدا في تصدي ضربات الجزاء، فعلى طول في تحدي، في 2-3 كل تمرين يجي يقول لك احنا بنتحدى، فده حروج نسبته معانا في الاسبوع بتاع الكاس ده برضو نسبته 100%. اضاعتهم بقى دي مش بتاعتنا احنا، انا كمدرب كمدير فني اتمرنا كويس على ضربات الجزاء، اتمرنا كويس ان انا قصتي كلها ان انا اوصلك واخليك في الزون بتاعت ال 18 دي، اوصلك ان انت وصلت مره واثنين وثلاثه وجات لك ضربتين جزاء وفي واحده ثالثه ما اتحسبتش، اذا احنا دورنا عملناه، لكن الكره تدخل او ما تدخلش دي انا بعتبرها توفيق، والتوفيق ما كانش معانا اليوم ده. طب ليه ما فكرتش ان محمد رزق بما انه لاعب بيسدد بنسبه 100% نجاح معاك ضربات الجزاء، ليه ما خدتوش الشوط الثانيه؟ هو طلب. هو اللي طلب. هو اللي طلب. هو انا لو انا مو يعني لو ليه كان الراي ساعتها انا كنت هقول له شوط. صح. انا بثق فيه لان هو عنده تنوع كريم من بدايه الموسم، ملهوش زاويه معينه بيلعب فيها، متنوع، بيلعب يمين، يلعب شمال، بيلعب في نص، كل ضربات الجزاء. هو لو شاط تاني هيخلي الحارس كمان قدامه يفكر كتير جدا. هيبقى الموضوع بالنسبه له اصعب، انه هيخدعني، هيشوطها على اليمين تاني، هيحطها شمال. هي الموضوع مسؤوليه، يمكن رزق برضه خف من المسؤوليه شويه. بس لا، انا شكرتهم الاثنين على فكره النهارده على السوشيال ميديا، كله بيضايع. قلت لهم دعم كبير ليكم، لان انتوا اسباب رئيسيه ان انتوا صعدتونا للقسم الثاني، وده كان الهدف بتاعنا. ضربات الجزاء ده كل الناس بتضيع، والحمد لله يعني. طيب ايه بقى اللي ذاكرته في الزمالك خلاك تلعب كتير؟ شفنا امبارح ثغرات في نادي الزمالك، معنى ان يبقى في ثغرات في نادي الزمالك يعني المدرب اللي قدامك اشتغل على الثغرات دي، فبينها. ايه الثغرات اللي انت شفتها في نادي الزمالك واشتغلت عليها امبارح بشكل كويس؟ يمكن احنا امبارح لعبنا بطريقه اول مره نلعب بيها، نفس الوقت كان الزمالك اول مره اشوفه بيلعب بيها، اللي هي 3-4-3، لعب بثلاث مدافعين. برضه احنا اتفاجئنا قبل الماتش لما شفنا جالنا التشكيل، واحنا كنا بنلعب بطريقه برضه ما لعبناش بيها، بس كنا بنتمرن عليها كتير، ان احنا ممكن في ماتشات بنحتاجها، واللعيبه الحمد لله ادوها بطريقه كويسه. يمكن الشوط الثاني احنا غيرنا الطريقه، الزمالك في اخر ماتش يمكن غير الطريق. احنا قلنا نقطه القوه بتاعه الزمالك في كور ثابته، بما انه بيلعب بثلاث مدافعين، ثلاث مدافعين بيلعبوا بدماغهم كويس، معاهم برضو ناس تانية بتلعب بدماغها كويس، فالكور ثابته من نقاط القوه اللي عند الزمالك، زائد ان هم من السنه اللي فاتت يمكن من احسن الفرق اللي في مصر، بتعمل ترانزاكشن بطريقه هايله، تحول من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه عن طريق زيزو، اشرف بن شرقي، ويوسف اوباما. دي الحاجات اللي احنا حذرنا منها. للاسف احنا بعد ما جبنا الجون طمعنا شويه، وطلعنا يمكن طلع سيرت باكين مع بعض، والثالث هو اللي بيلعب رمي التماس، وقفنا اثنين تاني ما عندهمش برضه الصلابه الدفاعيه شويه، فقدر الزمالك يجيب الجون الاول من كره ثابته، والجون الثاني من التحول اللي احنا كنا حذرنا منه. يمكن احنا لعبنا امبارح بثلاثه في الخط الامامي، ما فيش فيهم مهاجم صريح، شادو سترايكر زي ما بنقول، عندهم سرعات. يمكن احنا درسنا برضو فرقه الزمالك في بطء سنه كده في الحته الدفاعيه، كنا عايزين نستغلها في ان احنا نقطع ونشتغل على الثلاثه السرعات يقدروا يعملوها كويس. فيعني اشتغلنا، رحنا بواحده والثانيه، بس القصه كلها ان احنا بعد الهدف اللي احنا
جبناه حصل خوف شويه على الهدف وعايزين نحافظ عليه، هو اللي خلى ان احنا ما نقدرش نستغل اندفاع الزمالك بعد احنا ما جبنا الجون، كان لازم ساعتها ناكد بهدف تاني. بس الحمد لله يعني انا شايف ان اللعيبه قدوا عليهم. يعني مين من اللعيبه اللي موجوده في الاهلي والزمالك اللي انت شايف مثلا بتقول يا ريت يقعوا منهم؟ يقعوا منهم دي انت فاهمني، فاهم الجمله ان هو يقعوا اعارات، يقعوا بيع، فانت تقول انا لو حطيت عيني على واحد او اثنين من دول اخدهم اخر موسم يبقوا كويسين. لا لو اهلي وزمالك في كتير. في كتير، بس قصه ان لعيبه الاهلي والزمالك يعني بالنسبه لهم اسوان ده موضوع صعب، في انديه كتيره حواليك، انديه كتيره مؤسسات وانديه كتيره شركات بتدفع طبعا اكتر، لكن لا لعيب اي لعيب هيجي لك من الاهلي والزمالك يعتبر اضافه كبيره جدا لنادي اسوان طبعا. طب اي لاعب يعني شباب او كبار؟ يعني انت تحط عينك على الناس من الشباب ولا انت حاطط عينك بس على الموجودين في الفريق الاول؟ انا احط عيني على اللي انا ممكن احصل عليه. انا اقصد انه انت ممكن تحط على هل حاطط عينك على فرق الشباب اللي احنا مش شايفينهم؟ يعني ممكن بتوع الممتاز تبقى الامور صعبه بالظبط، لكن فرق الشباب ممكن تبقى الامور سهله انه ما يبقاش ليهم فرص كتيره حتى في فرق الممتاز، فتقول والله ناخدها. عندنا فرصه الفتره اللي جايه دي، بس انا شايف في الزمالك في سيف جعفر ما شاء الله طالعه كويسه، لو نقدر نحصل عليه اعاره ان هو يلعب معانا بدل ما هو قاعد يعني في الزمالك مش بيلعب بصفه اساسيه. في يوسف اسامه نبيه احنا كان معانا من موسمين قبل كده، لعيب من اللعيبه كويسه. في كوكا في الاهلي اللعيب الاشول، في زياد طارق في الاهلي برضه، دي لعيبه لو احنا قدرنا نجيبهم طبعا هيبقى اضافه كويسه لينا، هيفرقوا معاك كتير جدا جدا. طيب انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، انت من المدربين المحترمين اللي انا بحترمهم من السنه اللي فاتت. دلوقتي كنت بعمل استوديوهات تحليليه وانا كنت اتحدث في المباريات الاخيره لاسوان ان اسوان كسبت مدرب محترم ومدرب هيبدا يشتغل معاهم بشكل كويس السنين الجايه، وانا اتمنى بصراحه لو صوتي واصل لاداره اسوان انه يكملوا معاك عشان ما نلفش اللفه اللي بتتلف كل شويه، الا لو انت طبعا ليك مستقبل اخر او انت شايف حاجه ثانيه. بس يستحسن لاسوان انه يبقى موجود بالتاكيد معاهم مدرب محترم زي حضرتك. شرفت ونورت كابتن احمد مصطفى. الله يخليك. احب بس حاجه اخيره اتفضل كريم، ان انا بشكر اسرتي جدا على وقفتهم معايا السنه دي، زوجتي واولادي ووالدتي واخواتي، مش عايز اقول لك كانهم بيلعبوا معانا من الدعاء ومن اللي هو لو حصل معايا اخفاق في ماتش اقول لهم انتوا ده ما دعيتوش النهارده الضمير. ما دعيتوش كويس، ما دعيتوش كويس. بحملكم المسؤوليه كامله طبعًا. بس طبعًا. انا بشكرهم من خلالك شكرا جزيلا يعني. حبيبي شرفت ونورت كابتن مصطفى بيبو المدير الفني لفريق اسوان. بعد فاصل ان شاء الله هيكون معايا ايضا واحد من المديرين الفنيين المحترمين جدا اللي ساعدوا بفريق اخر الى الدوري الممتاز هذا الموسم، فريق نحب نشوفه دايما في الدوري الممتاز هو فريق حرس الحدود. هيكون معانا الكابتن محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود بعد هذا الفاصل، خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. زي ما قدمته قبل الفاصل، هو مدير فني لفريق كبير واسم كبير في الدوري الممتاز وفي الكره المصريه فريق حرس الحدود، بس هو كمان كان اسم كبير كلاعب في الكرة المصرية واسم كبير كمدرب حاليا، لاعب محترم مدرب محترم الكابتن محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود، مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. ربنا يخليك كريم، طبعا شكرا على المقدمة الجميلة دي، وانا اسعد ان انا موجود معك النهاردة طبعا، وانت صديق عزيز يعني، ومبسوط ان انا معك النهاردة. شرف ليا يا كابتن محمد، شرف ليا. لازم اقول لك انه شخصيا سعيد بعوده حرس الحدود للدوري الممتاز، واكيد ناس كتيره سعيده بعوده حرس الحدود للدوري الممتاز، لان حرس الحدود سايب ذكرى حلوه عند الجماهير المصريه. ده الفريق اللي يقدر ينافس اهلي وزمالك على بطوله، بس فعليا عشان في فرق كتير بنبقى عندنا امل انها تنافس اهلي وزمالك بس بتنافس، لكن حرس الحدود خد بطولات من اهلي وزمالك، فيعود حرس الحدود مره اخرى للدوري الممتاز بهذه السرعه دي حاجه اكيد تبسطنا جميعا، واكيد عملتوا مجهود كبير الموسم ده. طبعا زي ما حضرتك قلت ان نادي حرس الحدود فرقه كبيره وفرقه لها تاريخ ولها اسمها بشكل كبير جدا. صحيح. الفترات اللي فاتت لو جينا قلنا العشر سنين اللي هم من 2005 ممكن لحد 2015 ممكن نكون تاني فرقه في مصر بعد النادي الاهلي تقريبا خدت ثلاث بطولات، ما اظنش ان في حد خد ثلاث بطولات في الفتره ديت، واخدين اتنين كاس وسوبر الفتره اللي كنا بنلعب فيها مع كابتن طارق العشري، فاكيد حرس الحدود فرقه كبيره. الدوري اللي اتلغى ده انتوا كنتوا متصدرين كنا اول 2011. انا بفكر الناس بس بالظبط كنتوا متصدرين الدوري. 2011 كنا متصدرين الجدول لحد اخر ماتش اتلعب قبل ما الدوري يتلغي. صح. كنا ماشيين بشكل كويس جدا جدا. صح. كنا متصدرين الدوري عن الاهلي وعن الزمالك. فطبعا نادي حرس الحدود نادي كبير جدا واسم كبير جدا،
وحقق بطولات، لان هو نادي عنده استقرار ومكانته الطبيعيه يبقى مع الكبار، يبقى في الدوري الممتاز. ده المكانه الطبيعيه لنادي حرس الحدود. عشان يرجع تاني حرس الحدود اكيد المجهود كبير، ومجموعتكم كانت مش مجموعه سهله، وانك تحسم كمان الصعود بشكل بدري ده برضو مش حاجه سهله. احكي لي كده الموسم ده عملتوا ايه عشان توصلوا مره اخرى للدوري الممتاز؟ اكيد طبعا مجموعه بحري مجموعه صعبه جدا في منتهى الصعوبه، للملاعب اللي بتتلعب فيها الماتشات، للملاعب للانديه الجماهيريه الكبيره اللي متواجده في طموحها طبعا اللي متواجده في مجموعه بحري، وكل الانديه الجماهيريه عندها طموح بشكل كبير جدا، في مدربين كبار جدا جدا في مجموعه بحري. مجموعه يعني عايز اقول لك ان فيها كابتن ايمن المزين صعد 4 أو 5 مرات طبعا، كابتن محمد صلاح، في كابتن مصطفى عبده، في حسام عبد العال عامل موسم كويس، في الكابتن ساري، في الكابتن كرم جابر، في الكابتن احمد فاروق سبورتنج عامل موسم كويس جدا. فقصدي اقول لك فيها كمان مدربين اسماء عمالقه، مجموعه صعبه فيها تقريبا ممكن الصرف فيها ما يكونش عالي بشكل كبير جدا، كلنا الدنيا قريبه شويه في موضوع الصرف. بس ما هو كلكم شبه بعض بالظبط، يعني برضو ايه عارف لو في حد فارق عن التاني هنضمن انه خلاص ده صعب بالظبط، لكن انتوا كلكم منافسه قريبه جدا وفيها مدربين زي ما قلت لك مدربين كبار جدا في المجموعه. صح. فالمشوار كان صعب. انا بدات الموسم، انا طبعا السنه الموسم اللي فات كنا شغالين انا وكابتن محمد حليم طبعا الكابتن التاريخي بتاع النادي، كنا شغالين انا وهو مع بعض، وكنا ماشيين مع فاركو لحد اخر ماتش الموسم اللي فات. صح. فاركو صعد بفرق هدف او هدفين، كان موضوع صعب جدا علينا برضو كفرقه. الموسم دوت اشتغلت مع انا وكابتن حليم برضو 5 ماتشات في اول الدوري، بعدين الكابتن حليم لظروف ما ساب الفرقه وراح القناه وماشي كويس، ببارك له على المستوى اللي بيأديه يعني. طبعا. وبعد كده انا توليت المسؤوليه ثقه مجلس الاداره، كان اللي هو باسم رياض كان رئيس النادي في التوقيت دوت، هو اداني تكليف بان انا اكون موجود على راس الجهاز، والحمد لله قدرنا ان احنا نعدي بالموضوع في توقيت كان صعب جدا. وفي توقيت كمان كان حاسم في نص الدوري كده او بعد الدور الاولاني بشويه، كان جه اللي هو عماد يماني، كان رئيس النادي اتغير، فجه اللي هو عماد يماني قائد القوات رئيس النادي دلوقتي، دعمنا بشكل كويس جدا، ودخل يعني كان تغيير حصل في وقت مهم جدا للفرقه. فالحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا نرجع النادي لمكانته الطبيعيه. المنافسه كانت صعبه جدا جدا لاول مره، يعني كل سنه كان الموضوع كان بيبقى بين فرقتين او 3 فرق بالكتير بيفضلوا ينافسوا. السنه دي لا، السنه دي الموضوع كان صعب في المنافسه، كان في زي ما قلت لك ابو قير كان بينافس، البلديه كانت بتنافس، الاولمبي كان معانا اسبوع باسبوع كان بينافس، ديكيرنس اشتغل شويه معانا في المنافسه، كفر الشيخ اشتغل معانا شويه في المنافسه. فالمنافسه كانت صعبه جدا من الاول، ما كنتش تقدر تقول ان الماتش ده انا هدخل اكسبه وفرقه، لا ما كانش في حد عارف مين هيكسب مين في الدوري دوت. كان في ماتشات كتير جدا انت حاسس ان هي في ايديك، لا كنت بتلاقي صعوبه فيها كبيره جدا. لاول مره عكس المواسم اللي فاتت، حتى الهبوط نفسه اتأخر لآخر أسبوعين، ما كانش فيه حاجة حسمت، فعشان كده الماتشات برضو حتى اللي هي الفرقة اللي كانت بتصارع إنها تستنى في الدوري كانت بتقاتل وبتلعب بشراسة لحد آخر أسبوع، فده اللي كان مخلي الصراع ما حدش عارف مين هيحسمه لحد تقريبا قبل الموسم ما ينتهي ب3 أو 4 جولات. احنا الحمد لله بطاقة الصعود الحمد لله كانت من نصيبنا، لأن احنا الحمد لله نستحق إن احنا نبقى متواجدين في الدوري الممتاز. إيه المطبات بقى؟ يعني انت اكيد واجهت مطبات وواجهت مرحله من الشك، حسيت انه لا هيحصل لي زي الموسم اللي فات، ممكن الدنيا تفك وما اعرفش اصعد. ايه المطبات اللي واجهتها السنه؟ ايه المباريات الصعبه اللي واجهتها السنه دي؟ لا هو يعني ما كانش عندي شك ان احنا مش هنصعد. كنت متاكد؟ يعني طبعا ثقه في ربنا سبحانه وتعالى، وثقه في جهد اللعيبه اللي بذلت مجهود كبير جدا، وثقتنا في ربنا سبحانه وتعالى وفي شغلنا. كنت متاكد لان الدوري هي النفس الطويل. هي النفس الطويل والاستقرار مهم، والنادي اصر ويعني اصر ان انا اكمل على راس الجهاز. حصل فتره مش هقول عصيبه، حصل فتره تعادلات شويه في كام ماتش ورا بعض، شويه احنا ما كناش راضيين عن التعادلات ديت، بس انا كنت شايف ان التعادلات ديت في وقتها كانت مناسبه، لان في توقيت معين او في توقيت في خلال الموسم اتصاب عندي اهم اللعيبه، اتصابت عندي ما كانتش موجوده عندي، اتصابت قعدت مثلا ال7 و8 ماتشات بتاع شهر ونص شهرين. عندي مصطفى صبحي هداف الفرقه، عندي ممدوح اتصاب، عندي خط الظهر بتاعي اتصاب، فكان في توقيت لا الناس كانت زعلانه ان انت بتاخد بونت من فرق معينه في الدوري، بس انا كنت شايف ان كان في التوقيت دوت البونت كان مكسب ما كانش خساره. اتعادلنا شويه كتير لكن برضو المنافس بتاعك كان بيتعثر، كان بيخسر، كان بيتعادل،
كانت في ماتشات صعبه، كان في ماتشات صعبه، كان في البلديه، في البلديه كان ماتش صعب، الماتشين بتاع ابو قير كان ماتشين صعبين جدا، الحمام في الحمام ماتش صعب، ماتش صعب جدا جدا جدا، الاولمبي كان ماتش، كان ماتش حاسم قبل يعني بعد التوقف على طول، كان ماتش حاسم بشكل كبير جدا، كنا احنا فرق 4 بونت وهنلعب الاولمبي، كان ماتش صعب جدا وحاسم، كسبنا الماتش فرقنا بقينا 7 بونت. كان عندي ماتش الزرقاء، والزرقاء كانت هابطه، من اكتر الماتشات اللي كنت الان منها ماتش الزرقاء، لان حصل معايا نفس الموقف السنه اللي فاتت واحنا موجودين، كنا بنلعب كفر الشيخ على ملعبنا، لو اتعادلنا وماتش وكفر الشيخ برضو كانت بتعاني من الهبوط، لو اتعادلنا نصعد دوري ممتاز. انت وفرقه طبعا مفيش، بس انت نازل حتى ما قدرناش نفكر ان احنا، طب ممكن لا كنا بنفكر في حاجه ان احنا نكسب، مع انك انت ممكن تفكر تتعادل تصعد دوري ممتاز. صح. خسرنا على ملعبنا وما قدرناش نصعد، فاركو بالخساره ديت فاركو بقى معانا في البونت، فصعد هو عننا بالاهداف، لان حتى نتيجه الماتشات انا كنا كسبانه 2-1 في الدور الاولاني وهو كان كسبنا الدور الثاني او العكس، يعني حتى نتيجه الماتشات كانت زي بعض، هو كان فارق بالاهداف. دي حاجه صادمه، صادمه. فالماتش اللي هو الزرقاء دوت، انت الصعوبه في الكوره من وجهه نظري ازاي تقدر تحفز لعيبتك اسبوع ورا اسبوع اسبوع ورا اسبوع ما تهبطش بالظبط. فبيبقى في ماتشات هي مش محتاجه حافز، يعني زي الدوري الممتاز احنا ما فيش مدرب بيقول لنا حاجه في ماتش الاهلي والزمالك، الماتشات الكبيره صح، انت اصلا عايز تلعب الماتش ده مزود. فاللي بتعمله 100% بتعمله 200%، بتنام من غير بدري، من غير ما المدرب ما يقول لك حاجه، هيقول لك ايه انت انت عايز تلعب الماتشات دي. فالماتشات اللي هي بتبقى كبيره قدام الفرق الكبيره قدام الكبار انت بتبقى متحفز فيها. الزرقاء طبعا مع كل احترام، بس هي كانت خلاص لظروفها، لظروف اللي حصلت لها، فكانت هابطه، فالماتش كان على ملعبي، فكنت قلقان يحصل معايا، لان السيناريو كفر الشيخ كان في ذهني طبعا، كان في ذهني طول الوقت طبعا، فكنت قلقان من الماتش ده بشكل كبير جدا، لكن الحمد لله حسم الصعود في الماتش دوت اللعيبه، لان اللعيبه من حظي برضو ان اللعيبه اللي كانت متواجده اللي حصلت الدروب بتاع كفر الشيخ كانت موجوده في نفس الماتش، لان احنا طلعنا بحوالي 15 او 16 لعيب في السنه دي استمروا معانا، فاللعيبه اتعلمت الدرس بشكل كويس وقفلنا على الفرقه بشكل كويس. انا عايز اقول لك ان ماتش الزرقاء ده انا عامل معسكر 5 ايام من بعد ماتش الاولمبي لحد ماتش الزرقاء، وكل يوم محاضره وكل يوم كلام، لان احنا اللي حصل فينا في ماتش كفر الشيخ السلبنا، حاولنا ان احنا نتعلم من الدرس بشكل كويس وما نديش استهانه لاي ماتش يعني. صحيح. طيب أنا لسه بكمل معاك الحوار الممتع ده، ولسه عندي شوية أسئلة كتيرة في هذا الشأن. بعد هذا الفاصل نكمل حوارنا مع الكابتن الكبير كابتن محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود، خليكم معنا. يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى، الحوار مع الكابتن محمد مكي في الفاصل، حلو برضو زي ما هو على الهوا كده بالظبط، المدير الفني لفريق حرس الحدود، لسه هذا الحوار متواصل. كابتن محمد، صعدت للدوري الممتاز، أول سؤال بيتسأل وهو سؤال مكرر، أنت مكمل مع الفريق ولا لأ؟ هيروحوا يشوفوا مدرب اللي بين قوسين اللي بيتقال عليهم مدربين دوري ممتاز ولا لا؟ وانا ضد الفكره دي اصلا، مفيش حاجه اسمها مدرب درجه ممتاز مدرب درجه ثانيه، ولا هيروحوا يقول لك طب هنغير اللعيبه كلها ونجيب لعيبه ثانيه؟ انتوا من انهي مدرسه يعني، الاداره متفقه معاك على ايه؟ الاول يعني برضو انت اكيد عارف ان انا ابن من ابناء نادي حرس الحدود طبعا. دي ما فيهاش يعني ما فيهاش خلاف، انا من 2003 في النادي تدرجت من لعيب لمدرب مساعد مدرب عام مدير فني. ف في الاخر احنا بنشوف احنا ما اتكلمناش يعني ما قعدناش اتكلمنا بشكل في النادي بيفكر فيه او النادي هيعمل ايه، لكن احنا في الاخر كلنا يعني على زي ما قلت قبل كده ان احنا انا شهدت في النادي ده من اول الكابتن طارق العشري، هو كان صعد الفرقه، اشتغل الكابتن حلمي شويه مع كابتن طارق، بعد كده كابتن حلمي مشي، كابتن طارق استمر وتساند بشكل كويس وخد فرصته بشكل كويس جدا، بعديه الكابتن ابو طالب العسوي نفس القصه، الكابتن بسيوني، الكابتن احمد ايوب، الكابتن سامي قمصان، الكابتن محمد حليم، كل الاسماء اللي انا بقول حضرتك عليها ديت، شوف كل واحد دلوقتي ماسك ايه وفين. صح، خليت المسانده لحد ما بقوا فعلا مدربين كبار. بالظبط، ودلوقتي كلهم ما شاء الله حدث ولا حرج، كل واحد ماسك فرقه وماشي بيها بشكل كويس جدا. صح. كان الكابتن طارق العشري مدرسه كبيره جدا في الكوره، والكابتن بسيوني ماشي بشكل كويس، كابتن سامي قمصان مدرب عام، كابتن سامي مدرب العام في النادي الاهلي بقاله ما شاء الله 4 أو 5 سنين ماشي. صح. بشكل ومدرب كل كوره، الكابتن حليم القناه، الكابتن ايوب مسك منتخب مصر. قلت لي في الفاصل كابتن سامي قمصان من المدربين الكبار جدا. طبعا. ليه؟ شفت فيه ايه بقى؟ اشتغلت معاه؟ انا اشتغلت مع كابتن سامي طبعا، كنت كابتن سامي وكابتن حليم وانا اشتغلنا في 2017 مع حرس الحدود برضو، كان النادي نزل واشتغلت مع كابتن سامي وقدرنا نصعد بالفرقه في اول سنه برضو. مدرب مخه كله كوره،
متعاون بشكل كبير جدا، بيدي اريحيه للناس اللي شغاله معاه، بياخد رايهم في كل حاجه، بيديك مساحتك في الشغل، ما بياخدش حقك في الشغل زي ما بيقولوا. يعني لو انت قلت له معلومه وهو بيقولها بيقول ميك اللي قالها او حليم اللي قالها، ما بيبخلش عليك باي معلومه، حتى لو هو معاك او مش معاك ينطبق الكلام على حليم برضو نفس الكلام. الناس يعني ناس متعاونه جدا، السن برضو متقارب، حاجات كلها حاجات حديثه، بيحب بيتعلم كتير هو اذا كان حليم او كبسامي، بيتعلموا بشكل كويس وما بيبخلوش على الناس اللي معاهم باي معلومه، وده مهم جدا. فهرجع للسؤال تاني طبعًا. ان النادي اللي انا شفته على على, على على مدار الفترات اللي فاتت كلها ان هو ساند ولاده ودعمهم بشكل كبير جدا، وساندهم لحد ما طلعوا كوادر محترمه وكوادر كويسه للكره المصريه، وده اللي واضح كل الاسماء اللي بحرك عليها ديت اسماء متواجده دلوقتي على الساحه وبشكل كويس وبشكل قوي. ففي الاخر انت انا زي ما قلنا هو بيبقى تكليف. يعني انت عارف قوات المسلحه اللغه بتاعتهم مش بقول لك انت تمسك، بقول لك ده تكليف. لا وخاصه لما انت تبقى ابن النادي بغض النظر بقى اذا كان نادي قوات مسلحه ولا مش نادي قوات مسلحه، مجرد بس ان انت تبقى واحد من ابناء النادي، فاي واحد يعني بيتقال له كمل معايا فيبقى تكليف عشان انت من النادي. بالظبط كده، انت فعلا من النادي. بالظبط كده. بالظبط كده، انت بقالك 20 سنه يعني. بالظبط كده. فهو بيبقى تكليف من النادي. ففي الاخر اللي مجلس الاداره شايفه في مصلحه النادي انا بصدق عليه في اي مسمى. احنا كده كده بنشتغل، كنا بره النادي بنشتغل، كنا جوه النادي بنشتغل لصالح النادي مش لصالح اي حد تاني. صحيح. دي الجزئيه بتاع المدرب، لان في الاخر اللي النادي هيقوله احنا اكيد هنوافق. جات لك مؤشرات؟ حد قال لك ما تقلقش يا كابتن محمد انت معانا؟ حد قال لك اعمل حسابك يا كابتن محمد انت معانا؟ حد قال لك طب كابتن محمد لو جالك عرض تاني؟ ما انت خلاص دلوقتي بقى انت بقيت في الماركت ورقه رابحه، انه هتلاقي انديه كتير كمان تحديدا في الدرجه الثانيه بتقول لك تعالى بقى معانا الموسم الجديد. تمام. هل حد قال فتح لك الباب للمجال كده او لكده؟ عشان اكون صادق معاك انا كلامي واضح وما فيهوش اي حاجه. لا، النادي عندنا بيتعامل ان انا موجود في النادي حتى هذه اللحظه. خلاص النادي بيتعامل ان انا موجود في النادي، مش مهم بوزيشن ايه. عشان برضو الكلام يبقى واضح. النادي يعني النادي بيقول لك هو مكي موجود. لان في الاخر هو الموسم لسه ما خلصش. صح. احنا لسه قدامنا عندنا مباراه يوم الخميس ومباراه الخميس اللي بعدها. فالنادي بيقول لك انت متواجد. حضرنا بنحضر التقرير للي النادي عايزه، للي احنا شايفينه من وجهه نظرنا، اللي احنا شايفينه من مصلحه النادي، اذا كان اللعيبه المتواجده او اذا كان اللعيبه في قطاع الناشئين. كل الكلام ده احنا خلاص قدمناه لمجلس الاداره، ومنتظرين هنشوف مجلس الاداره قرروا ايه. زي ما قلت لك هو احنا ولاد النادي يعني. حتى انا وعاصم عاصم برضو نفسي كان معانا نفس الجيل بتاعنا شغالين، هو وكابتن وسام معايا والجهاز بتاعي موجود وشغالين. اللي النادي هيصدق بيه او هيقول عليه احنا موافقين عليه بدون اي يعني بدون اي نقاش يعني. لان في الاخر زي ما قلت لك احنا اولاد النادي، وفي الاخر اللي النادي شايفه في المصلحه العامه كلنا هندور على المصلحه العامه بتاع النادي. طيب برضو سؤال مكرر لكل الفرق او كل المدربين اللي صعدوا من الدرجه الثانيه للدوري الممتاز، عندك مساحه كبيره، مساحه توقف كبيره تقريبا اكتر من 3 شهور، هتعمل ايه لحد ما الدوري الممتاز الجديد يتلعب؟ تمام. هتعمل ايه الفتره دي؟ عامل حسابك فيها تعمل ايه؟ انا بالنسبه لنا شايفها لو ان شاء الله في نصيب وانا متواجد على راس الجهاز، يعني انا شايف ان دي فتره حلوه مش وحشه. انا شايف كده خاصه ان احنا كنادي سقف الرواتب عندنا يكاد يكون يعني مش كبير. ما مش دايما النادي حرس الحدود. مش كبير خالص على فكره. وعايز اقول من على ايامنا كنت لسه هنطقها. انا كنت بتكلم مع طارق العشري وقتها. قال لي كل اللاعبين اللي عندي هو بيكسب الاهلي وبيكسب الزمالك وبيعمل نتائج خرافيه. بالظبط كده. يقول لك احنا عقود اللعيبه عندنا قليله جدا. بالزبط. ودايما ثوابت يعني. بالظبط كده. من اكتر النادي اللي مثبت او عامل زي ما بيقولوا سقف. بالظبط. عامل سقف رواتب مستحيل تتخطى. صحيح. مستحيل تتخطى. حد الكلام اللي الكابتن طارق قاله لحضرتك من 10 سنين. صح. ولا من 12 هو 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 نفس الكلام. صحيح. فاحنا ما عندناش حل غير ان احنا نشتغل. يعني لان مش هتقدر تجاري الارقام اللي بتدفع اللي موجوده دلوقتي. لان في الاخر زي ما قلت لك حرس الحدود او قوات المسلحه عموما بتشتغل في سقف معين وفي سقف رواتب معين. فانت ما قدامكش حل غير ان انت تشتغل، ان انت تدور. انت شغال في اشتغلت في الدرجه هتحتاج تدعيم، لازم تحتاج تدعيم بشكل كويس، المفروض بشكل كويس. بس في الاخر انت مش هتقدر تشتري حاجه غير بسعر معين. صح. مستحيل. مستحيل هتقدر تشتري. ما لو اللي انت عايزه هتقول اسماء بقى وتقولها. مزبوط. لكن انت في الاخر يعني بتفكر مش عارف مين فري، مش عارف مين عنده شرط جزائي، مش عارف حته صغيره قد كده. حاجات كلها وهتحارب عليها عشان تشوف هتقدر تعملها مش هتقدر تعملها. ففي الاخر انا شايف ان الفتره ديت يعني في ناس بتتكلم انها فتره. انا شايف للفرق الصاعده لا، هي مش فتره كبيره، هي فتره مناسبه. ان انت ممكن تبدا
تشتغل، تبدا انت ليك خمس اجانب ممكن تبدا تشوف ناس بشكل كويس، ممكن تبدا تشوف القطاع عندك بشكل كويس جدا، عندك فرصه كويسه ان الدوري الممتاز شغال، فممكن تبدا انت تشتغل وتعمل ماتشات وديه. يجوز الفتره هنتكلم الشهر اللي هو اللي انت مش هتبقى فيه مجمع فريقك بشكل كويس، ممكن تطلع لك بلعيب باتنين، ده يبقى مكسب ليك انت وللنادي، وبعد كده تحط ايدك على الفرقه اللي انت عايزها بشكل كويس. صحيح. لان واقعيا هو انت هو الناس بتقول لك ايه ده، بس بقول لك على وجهه نظرا، الناس بتقول لك انت هتجيب لعيبه من الدوري الممتاز فمش هتلحق تتاقلم معاه عشان هو يخلص مش عارف ايه، ده اللي هيجيب من الدوري الممتاز بشكل هو شايفه. لكن انا يعني تخيلي ان احنا ما عندناش الارقام الكبيره اللي نقدر نخلص بيها لعيبه من الدوري الممتاز بالشكل اللي هو متوقع. صحيح. ففي الاخر انت ما عندكش حل غير انك تشتغل وتقعد زي ما بيقولوا كده تنقب على اللعيبه وتبدا تشوف. ده انا بكلمك كلام اللي هو اللي انا شايفه. برافو عليك. ممكن يكون كلام مش مظبوط او مش ما يعجبش حد تاني، بس هو بالنسبه لي انا مقتنع بيه من وجهه نظري. لان انت لو استنيت تقول ايه الدوري الممتاز هيخلص 30/8 يعني 1/9، خلاص انا هستنى بقى على 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 15/8 وابدا اكلم كريم وابدا اكلم فلان وابدا اكلم فلان. صح. مش هتلحق. صح. ومش هتعرف تجيب، يبقى انت مش هتعمل فرقه، يبقى انت هتضطر كده تبقى عندك خطوات كتير جدا انت متاخر فيها. فده رايي انا في المده المتبقيه. لان انت ظروفك، ظروف النادي بتاعتك او اسمها ايه، الفلوس اللي عندك ما تقدرش تجاري الاستثمارات والفلوس اللي موجوده دلوقتي في الدوري. ده وجهه نظر انا. ممكن يكون كلامي مش يعني مش عاجب ناس زي ما انت قلت، بس انا بقول لك وجهه نظر انا للي انا شايفه. بس بمناسبه الفلوس اللي بتتضخ دلوقتي في فرق كبيره في الدوري الممتاز، هل فعلا الفلوس بتفرق؟ يعني هل الامكانيات الماديه دي بتفرق قوي، ولا كواليتي اللاعبين بقى دلوقتي قريب قوي من بعضه؟ يعني وقتكم لا، كان الكواليتي ممكن لا، في لعيبه كبيره في اهلي، لعيبه كبيره في زمالك، ممكن حرس حدود يعملوا فرقه كويسه تبقى فيها نجوم واسماء. بس دلوقتي تحس ان الفرقه كلها شبه بعض، او اللعيبه كلها شبه بعض، حتى اللعيبه اللي مع او الفرقه اللي ما عندهاش امكانيات. موافقك بنسبه. بنسبه. يعني موافقك اللي انت بتقوله بنسبه. بس انت مثلا النهارده يعني وانا قاعد اتكلم معاك دلوقتي انا عايز احمد رفعت يلعب معايا. تقدر تجيبه؟ لا. بس ما فيش كواليتي زي احمد رفعت. انا بديك اسم كمان مش الاهلي والزمالك. صح. ناصر ماهر. انا بديك يعني انا الاسمين. فهم. طبعا في لعيبه كتير كبيره. فاهم. ده انا ببعدك عن الاهلي والزمالك. انا قصدي اقول لك يعني في لعيبه. صح. لا لو انت مدرب عايز هتقول بقى عايز ده وعايز ده، بس انت مش هتقدر تعمل ده. اديني محمد ابراهيم بقى من اديني محمد ابراهيم. اديني شادي. صح. اديني مصطفى شلبي بتاع ايمبي اللي لسه طالع. اديني بن شرقي. اديني زيزو. لو انت بتفكر في لا في فروقات فرديه. كل ما اقعد مع ناس بتحب الكوره او بتفهم كوره لازم تذكر لي اسم مصطفى شلبي. لعب كويس على فكره. مصطفى شلبي مش كتير جماهير تاخد طيب بالها. انا هقول لك مصطفى شلبي كويس. انا من 3 سنين أو 4 سنين كنت مع الكابتن طارق. رحت اتفرجت على بترول اسيوط. كان في بترول اسيوط والبنك الاهلي في الدرجه الثانيه. اتفرجنا عليه. وادينا توصيه انه نخلصه. غلوا في ثمنه ما قدرناش نخلصه. فده فلوس. صح. فقصدي اقول لك في الاخر لا، في الفروقات مش بعيده قوي. لكن في لعيبه في كواليتي يقدر يعمل لك يفرق. طبعا بلا شك. كابتن محمد مكي حقيقي شرفتني ونورتني، بهنيك تهنئه كبيره جدا. انا كنت بحبك كلاعب. ربنا يخليك. وبحبك كمدرب. ودايما موفق ومليون مبروك سعود حسن. انا بشكرك طبعا ان انا كنت متواجد معاك النهارده. بشكرك. وبشكر كل الناس ديت، يا رب ما يكونش سهرناهم يعني او ازعجناهم او كنت حاجه. كنت منور ومشرف. ربنا يخليك. انا بشكرك جدا. اشوفك على خير ان شاء الله. بشكرك جدا. ده كان لقاءنا الختامي مع الكابتن محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود الصاعد حديثا الى الدوري المصري الممتاز، وايضا نهاية حلقتنا النهاردة من رقم 10. أشوفكم يا رب على ألف خير.